اهلا بكم. خلينا اكلمكم في حاجات مهمه جدا. المجتمع المصري فيه حاجات بتحصل فيه على مستوى الطب، ومش قصدي بس في المجتمع، انا كمان قصدي على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الاعلام، مش الاعلام قوي، نقدر نقول على مستوى بعض الشاشات اللي بتنتمي الى التلفزيون، اقصد بيها بعض الشاشات اللي بتعرض افلام، اللي بيسموها قنوات الافلام. يعني في حاجات وهميه جدا، يعني مثلا في بعض هذه القنوات اعلانات معينه عن ادويه وهميه، مجموعه قنوات كده بتعرض افلام عربي قديمه او جديده، وفي النص ما بين الفيلم واجزاء منه يتم عمل زي برنامج صغير، اعلان صغير عن فكرة عبقرية لدواء جبار لعلاج الروماتيزم مثلا. الكلام ده كله ليس له علاقة بالعلم، ليس له علاقة بالطب، لا يعالج شيء. وتبص تلاقي اللي بيتكلم ده ممكن جدا معرفش بقى تخصصه ايه، معرفش هو خريج ايه، الله اعلم، بس بيروج لمنتج واضح ان هو انتاجه بتاعه يعني. والترويج له بيتم بطريقة ابعد ما تكون عن العلم. يعني مثلا يجي يتكلم على الانزلاق الغضروفي يقول لك انا عندي كريم اللي بيعالج الانزلاق الغضروفي. من امتى في كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي؟ والكريم، الكريمات المسكنه اللي قلم ما موجوده في كل الصيدليات، هي نفس الماده، مكونات معروفه جدا. ليه انا هشتري منتجك الغالي ده اللي موجود في قنوات؟ طبعا انا بقول دايما للناس ما تشتريش حاجه من خلال هذه القنوات، ما تشتريش شيء، سواء بقى كريم، كبسولة، كريم سحري، كريم فظيع، كريم علمي، تحت أي مسمى، هذه الكريمات التي تعالج بعض من ما يعتقدونه من أمراض ليس لها واقع علمي. وطبعا أجهزة الدولة مشكورة زي جهاز حماية المستهلك بيقوم بدور كبير جدا، لكن هو من الصعب جدا إن احنا نسيطر على هذه البؤر ديت، لانه هي بؤر قايمه على اتصال تليفوني. نمره بتتحط على التليفون، على شاشه القناه، فيعني الانسان المريض اللي بيعاني مثلا من خشونه ركبه بيروح رافع سماعه التليفون، ابعتوا لي الكريم اللي انتم بتقولوا عليه ده، الكورس بتاع كورس مش عارف ايه كده، يبدا ويدفع فلوسه ويوصل له من خلال توصيل البيت. طبعا جهاز حماية المستهلك هيروح لكل بيت ويعمل تأمين ازاي؟ ده مستحيل. فالثقافة بتاعت الناس لازم تكون، لازم عشان فكرة ان انا اتعامل مع دواء من غير اشراف طبي ده في منتهى الخطورة. المسألة بتطول احيانا بعض الامراض المزمنة، وانا قلت قبل كده انه الناس اللي عندها عدم ضمير، اللي عايزين يلعبوا باوهام الناس، بيدوروا على الامراض المزمنه. فمن ضمن مثلا الامراض المزمنه المعروفه جدا السكر، سواء من النوع الاول او الثاني. يطلع برضو واحد سواء بقى من خلال السوشيال ميديا، لانه بقى كارثه السوشيال ميديا، لانه اي حد بيسجل اي حاجه بدون رقاب، بيسجل فيديو لنفسه ويطلعه على صفحته، بيعمل صفحه ويطلعها يقول لك انا ابتدعت علاج جديد يعالج السكر من النوع الأول. طبعا لو واحد ابتدى علاج يعالج السكر من النوع الأول علاج نهائي، ده هياخد جائزة نوبل، واعتقد انها تكون من اقوى جوائز نوبل عبر العصور، والعالم كله هيحمله على الأعناق. ومع ذلك النوعية دي من الناس موجودة، نوعية اللي بيستغلوا مرض الناس في الضغط، في السكر، سكر بالذات فيروس سي، يمكن نتيجة انتشار جهد الدولة الرائع جدا في علاج فيروس سي الفترة اللي فاتت، والعلاج فعال فعلا وبيقدم نتائج مذهلة، وناس كتير الحمد لله شفيت من فيروس سي، فتراجع النصابين في مجال فيروس سي. لكن ما زال في السكر موجود، أعتقد في الفشل الكلى وفي مشاكل الكلى ما زال موجود. بعض الناس طبعا هنروح دلوقتي نتكلم على السمنة ده لوحده، لكن السكر ملوش علاج نهائي لا النوع الأول ولا الثاني. الثاني لو الإنسان خس، عمل رجيم وخس
وقلل وزنه هيتحسن جدا، السكر ربما يختفي لو وعنده سمنه مفرطه وعنده سكر من النوع الثاني وعمل عمليه من عمليات انقاص الوزن بمقاييس مظبوطه هيرجع تاني الى وزنه الطبيعي، وفي السكر من النوع الثاني لانه مرتبط بالسمنه سيختفي ويتحسن السكر. يتحسن في فرق بين يختفي في حاله النوع الثاني ويتحسن في النوع الاول. برضو التخسيس ده قصه كبيره جدا، وده للاسف عملية الخداع اللي الناس فيه كانت على نطاق ممنهى أكتر، لأنه واضح أنه كان بيكسب. فتلاقي مثلا منظومة بقى اتعملت كاملة وبدأت إعلانات مكثفة عن نوعية معينة من الأدوية بتخسس، ويسموها اسم شيك أتراكتف ويعلنوا عنها في قنوات. وأنا قلت ما تشتريش دواء من خلال قناة، دواء من خلال صيدلية، وصيدلية تكون الدواء متأكد من أنه فعلاً موافق عليه من وزارة الصحة، موافق عليه من منظمة الأغذية والأدوية في مصر وبرا مصر. خلي بالكو أنه حكاية أدوية التخسيس ليها فيلم بيتعمل، يجيبوا واحد خس بأي طريقة، ممكن يكون عمل ريجيم، ممكن يكون عمل عملية وغلبان، صوروه قبل وبعد، يجيبوا صوره ويقول لك ده خس بالدواء بتاعنا. طبعاً ده مش حقيقة، ده بيبقى زي ما بقول لكم ممكن جدا يكون عمل عمليه، ممكن يكون خس نتيجه رجيم قاسي او نتيجه انه اصيب مثلا بسكر من النوع الاول فخس، فيستغلوا دوت ويظهروا الشخص ده على انه يعني ويحكي قصته. هو احنا لما بنجيب مريض في مجال السمنه بالذات، يعني هو المجال الوحيد اللي احنا ممكن نستدعي فيه مريض يحكي قصته هو مجال السمنه بالذات. ليه؟ لأنه السمنة المفرطة مرض مزمن خطير له توابعه، وأنه ممكن جداً يكون الحل مع السمنة المفرطة أنه يكون يعمل جراحة طبقاً للعلم. العلم بيقول كده، العلم بيقول أنه في أنواع معينة من السمنة المفرطة النظام الغذائي فيها والرجيم قد يكون شبه مستحيل. لما نقول واحد 200 كيلو أو 180 كيلو من الصعب جداً، بل انه ربما يكون بين قوسين من المستحيل علميًا انه احنا نخسسه الوزن الطبيعي بتاعه اللي هو يبقى 70 كيلو برجيم. تقول لي لا في واحد عمل كده، واحد عمل كده، ده مش هو المقياس العلمي. العلم ما ينفعش نقوله على واحد او اتنين، تجربه شخصيه او طفره اراديه معينه. لكن انا هجيب العلم بيقول ان اجيب عدد كبير من الناس متساويين في الوصف، عندهم مثلا 200 كيلو، اجيب 100 انسان، اشوف ال 100 دول لما يعملوا الجيم كم واحد منهم ممكن ينجح. هو ده العلم. وقدامهم ال 100 دول لما اعمل لهم عمليات مثلا زي تكميم المعده او تحويل المسار هينجح قد ايه. عايز اتكلم برضو بما اني دخلت في التخسيس في الحته دي، في ما يتعلق بالطرح العلمي لمشكله طبيه ممكن تلحق بمريض يتعرض لمشكله في احدى العمليات. لان انا تابعت في السوشيال ميديا حالة مرضية راحت عملت عملية تحويل مسار، رجل أعمال عملت عملية تحويل مسار وللأسف توفى. لما تابعت القصة وجدت أولاً أنه عملها عند حد غير متخصص. لما تابعت متخصص ما لقيتش أنه هو متخصص في جراحات تحويل المسار أو في جراحات التخسيس. القصة لما بيحصل نوع ده من المشاكل، وطبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا لحزن العيلة، لازم عيلة المريض لازم ننظر الموضوع بطريقة علمية. يعني الأول ندرس هل حدث هذا الأمر نتيجة خطأ طبي؟ الخطأ الطبي بداية هل كان من متخصص نقول عليه خطأ طبي بقى هنا، ولا من الأول اللي عمل العملية كان غير متخصص، فتبقى المسألة بين قوسين مش خطأ بقى، تبقى جريمة لأنه اللي عمل العملية غير متخصص. لازم أولاً وأنا بحلل الموضوع دوت وبفكر إن أنا أكيف هذه القضية لمعاقبة المخطئ، لازم أعممش، ما ينفعش أعمم. التعميم صورة سلبية جدا في كثير من المواقف. التعميم ان انا اقول انه اكيد العمليات الخاصة بجراحات السمنة فيها مشكلة، لا، مين اللي قال كده؟
ده في كم بشري رهيب في مصر وبره مصر وفي العالم كله حياتهم بدأت بعد ما أجروا جراحات سنة، بس على إيد المتخصصين بمقاييس الاحتراف بمقاييس السليمة، غير كده هيبقى في خطأ كبير. أرجع تاني بقى أقول زي ما قلت لكم التحليل الموقف بطريقة علمية، أشوف اللي حصل إيه بالظبط، الظروف اللي حصلت، مين اللي أجرى العملية، مين اللي قام بالتخدير، العملية لما أجريت هل في خطأ تم أثناء إجراء العملية ولا لا؟ طب الخطأ ده خطأ بين قوسين تحت مظلة ما يسمى بالأخطاء الطبية ولا إهمال طبي؟ في فرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، فرق كبير جدا. في فرق بين مضاعفة محتملة بعد عملية وبين خطأ أو إهمال طبي. الإهمال جريمة، الخطأ دوت لازم نقف قدامه ونقيمه، مش إحنا، لجنة من الكبار في مجال التخصص ده هم اللي بيقيموا. ثم ننظر بقى إلى المضاعفة، المضاعفة ده شيء تاني خالص، يعني جراح عمل عملية جيدة جدا، عملها بمقاييس طبية جيدة جدا، المشرفين عليه أو أساتذته أو اللي لهم باع في التوصيف هذا الأمر حكموا بأنه عمل كل الستيبس والخطوات الطبية السليمة في هذه العملية، لكن في مضاعفة حصلت في العملية، مضاعفة أيا كان نوعها إيه، وده وارد في الكتب الطبية وده وارد في المرجعيات العلمية. فأنا لازم أقول إنه التقييم والشرح والتعامل مع أي مشكلة تحصل من هذه النوعية لازم يتم بطريقة علمية دقيقة جدا، أولا عشان نعطي كل ذي حق حقه، إنه إذا كان للمتوفى حق لازم يرجع له، إذا كان لأهله حق معين لازم ياخدوه من ناحية النفسية والأدبية، وإذا كان اللي أجرى العملية خطأ معين أو مشكلة معينة لازم يعاقب، لازم يعاقب. وهنا بقى أمام نقطة مهمة جدا، اختيار الناس بيتم إزاي، اختيار الدكتور بيتم إزاي، ودي من ضمن أساسيات الثقافة اللي أنا حاولت أن أنا أنقلها لكم طوال السنين اللي فاتت دي. ما تختارش دكتور لأنك تعرفه، ما تختارش دكتور لأنك استريحت له، ما تختارش دكتور بناء على أنك أنت مثلا شفته في برنامج في التلفزيون، لا، اختار الدكتور بناء على أنك سألت كويس جدا وباللغة المصرية العميقة جدا اتقصت، كلمة مهمة أو في الثقافة المصرية في التراث المصري، عملت نوع من البحث والتقصي الدقيق جدا عشان تتأكد، وخصوصا في تخصصات زي دي، تخصصات تتعلق بعملية تنقص حياة الإنسان وقد تكون فيها خطورة على حياة الناس. خطورة تبدأ عندما يكون الاختيار خاطئ، عندما تختار غير متخصص. وللأسف كثير جدا كثير جدا مما يقدم أو مما يقدم على بعض الشاشات بيقدم من غير متخصصين. ده أول عدم درجات التخصص، إنك تلاقي برنامج يتحدث في الطب ولا يوجد فيه أطباء، لا المقدم دكتور ولا الضيف قد يكون دكتور ولا يكون قد يكون غير متخصص. قد يكون غير متخصص بمعنى إن إحنا نشوف واحد علمنا نحن متخصصين أو علمنا إنه مثلا ممكن يكون دكتور أورام وبيتكلم في جراحات السمنة، نرى جراح سمنة يتكلم في جراحات التجميل، وللأسف ده في شاشات، وربما شاشات بين قوسين يقال لأنها محترمة ونقدرها من الناحية الإعلامية، لكن ده تخطي رهيب لمنطقية التخصص في مصر. إحنا بنقول هنا هم ينبغي أن يكون من يتحدث مش بس يكون متخصص، متخصص في المجال، أن يكون متخصص وله خبرة كبيرة تسمح له بالحوار الإعلامي والحوار الطبي المتعلق بهذا الأمر. كل ده للأسف الثقافة الطبية في مصر على قد ما تقدمت لكن لسه قدامها باع طويل جدا في نقاط عديدة جدا، وللأسف أنه كتير من الناس بيستغلوا احتياج البسطاء وغير البسطاء،
احتياج الكل الحقيقة، لأنه ساعة المرض الكل أحياناً بيكون الكل، البسيط والمثقف والغني والفقير والمتوسط الحال، كل الناس بتتفق على قاعدة مهمة جداً أو مثل مهم جداً، إن المحتاج أو الغرقان يتعلق بأشياء. أنا بقول للمرضى في كل الفروع اللي احنا اتكلمنا فيها، أنت مش غرقان. مين اللي قال إن أنت غرقان؟ مريض السكر أنت مش غرقان، حارب وافهم إن السكر ده ممكن يكون جزء من حياتك عادي جداً، وفي ناس عاشت حياتها كلها بكل حالتها برياضة، بفرحة، بجواز، بقدرات بدنية. يكفي أن أقول لكم أنه لعيب في الدوري الأسباني في ريال مدريد اسمه ناتشو، كلكم عارفينه، عنده سكر وبيلعب، هو عنده سكر بيلعب في أرقى دوري في العالم وفي واحد من أقوى أندية العالم. يكفي أقول لكم أنه في مصر نماذج مهمة جدا عندها سكر طلعت جبال وانجبت اطفال وبتمارس الرياضه بشكل احترافي وهم عندهم سكر. الناس اللي مشي صح هم اللي ما بقوش غرقه. انا في رايي ان الغرقان الحقيقي هو اللي بيصدق الاوهام، هو اللي ممكن يروح ورا وهم دواء بيتفرج عليه في شاشه. انا عايز قبل ما ننهي كلامنا اقول لكم انه في مصر جهات فعلا يهمها مواطن المصري وبتبذل مجهود كبير جدا، جهاز حماية المستهلك، وزارة الصحة، نقابة الأطباء، جهات يهمهم جدا صحة المصريين ويهمهم جدا سمعة الطبيب المصري، لكن واضح أنه الميراث صعب، وأنه زي ما بيقولوا اتسع يعني الرتق على الراتق، اتسعت فوهت الثقب الأسود المسمى بالنصب تحت مسميات طبية على من يحاولون أن يتصدوا لجاذبية هذا الثقب الأسود، إلى قوة شفط هذا الثقب الأسود لأمال وأحلام المصريين. أرجوكم اقفلوا هذه الثقوب السوداء، اقفلوا هذه الثقوب السوداء في كل فروع الطب. أرجوكم ارجعوا تاني إلى فهم الثقافة الطبية. إحنا بنحاول وفي جهات كثيرة بتحاول. أنا في رأيي أنه المحاولات هتكون أقوى لو تضافرت قوة هذه الجهات معا عشان ننقذ المواطن العربي مش بس المصري من كثير جدا من الثقوب السوداء التي أسميها أنا ثقوب سوداء، وهي في نهايتها حالة من ضياع لحلم كبير جدا عند كثير من الناس بصحة جيدة أو شفاء من مرض أو ضعف. أتمنى لكم دائما كل الخير. مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايما فيج، يعني ملهاش عرض محدد. أورام البنكرياس، البنكرياس عموما محدش يعرف عنه حاجة. تشخيصه إن احنا نقول ينفع له عملية فعلا اتطور جدا جدا، مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحجم كبير قوي، وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي. عشان استأصل المنطقة صعبة شوية، والعملية تبان إنها تخوف شوية، لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95%. الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إيسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. دايما في أورجان كده عضو في الجسم أنا بسميه العضو المظلوم والعضو المخيف جدا. تقولوا مع كل طبعا حته في الجسم مظلومه ومخيفه في نفس الوقت، ده تعبير ادبي، بس البنكرياس اللي انا قصدي عليه. ليه مظلوم؟ لانه معلومات الناس على البنكرياس قليله، وبرضو حتى معلومات طلبه الطب على البنكرياس قليله، ومعلومات الامتياز او شباب الاطباء عن البنكرياس قليله. والبنكرياس عضو شكله غريب جدا، حتى مميز، حتى في ما بنشوفوش ابدا في التشريح، يعني في لما تدخل مشرحة مين طلب الطب اللي في سنة أولى وثانية اللي شاف بنكرياس؟ مفيش، منشافش، بنشوف الكبد، بنشوف القلب، نشوف طبعا العضلات بشكل واضح، الرئتين، لكن البنكرياس
بتدور عليه ما تفهمش راح فين، يعني بيتفرول ويبوظ بسرعه رغم وجود المواد الحافظه. اللي انا عايز اقوله بقى انه البنكرياس ده فيه حاله مرضيه مشهوره جدا اللي هي اكياس البنكرياس. ارجع تاني للقصه المشهوره جدا اللي انا بتكلم فيها واللي ما زلت بتكلم فيها، وهي ادمان الكحوليات. الكحوليات يا جماعه في منتهى الخطوره، الخمور في منتهى الخطوره. اللي بيشرب خمره هو مقبل على كارثه اسمها التهاب بنكرياس، قد يكون حاد وقد يكون مزمن، والحاد ده نصيبه والمزمن مصيبه. الاكياس دي اخرى كارثه جدا لانها من الاسباب اللي الكحول بيعملها. فتكر وبطل كحول بسرعه يا اللي بتشرب كحوليات. يعني ده واحد يقول لي طبعا، يعني في واحد طيب مره وانا بقول له كده قال لي طب يعني اشرب حشيش؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. هقول له ايه؟ فده كلام خطير جدا، لا ده ولا ده، ده مضر جدا وده مضر جدا، مفيش فيه اي فوائد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيز اللي بسعد جدا وبفتخر بتلبيته دعوتنا، طبعا ضيفي واستاذنا الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعة أيسن بألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المناليه والبنكرياس، وعميد معهد الكبد السابق. أهلا بيك يا دكتور محمد. والحقيقة اختيارك بقى للبنكرياس النهاردة دايما بيثير زي ما بقول يعني كده الايه السخونية. بنكرياس يعني حاجة مهمة، وحاجة قلت يعني ان هو مش واخد حقه قوي، بس زود عليها هو مش واخد حقه في الطب نفسه بصفة عامة. يعني النهارده مثلا هنتكلم عن موضوع من ضمن اكياس البنكرياس المشهوره، حاجه اسمها اي بي ام ان. الاي بي ام ان اكتشفوها امتى؟ سنه 82. يعني بنتكلم ان احنا لغايه من كام سنه بس ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها موضوع كبير قوي من ضمن اسباب اكياس البنكرياس. فالبنكرياس فعلا من الحاجات اللي التطور فيها حتى في العلم نفسه سريع جدا جدا. كل يوم في تقسيمه جديده، وكل يوم في طرق علاج مختلفه عن اللي قبليها. نكتشف مثلا ان طرق متابعه الاكياس ديت اخر اتفاق اتعمل امتى؟ 2012. يعني بنتكلم من 6-7 سنين بس. لكن قبل 2012 كنا مختلفين جدا نتابع حتى المرضى دول ازاي. كلمه اكياس ترتبط في الطب عندنا بحاجتين، الاشهر المبايض، اكياس على المبايض دي في النساء والتوليد. فكلمه اكياس بنكرياس يعني ما بنسمعش كلمه كيس في الكبد ولا كيس في القلب ولا اكياس في المخ، لكن في البنكرياس ايه المقصود بكلمه اكياس؟ وش معنى يعني البنكرياس اللي اتقال عليه كيس؟ طيب اقول لك بقى معلومه كمان صادمه شويه. نسبتها قد ايه؟ نسبتها في بالاشعه المقطعيه او بالرنين 13%، وده رقم يعتبر كبير جدا. 13% جدا من إيه؟ الناس. يعني لما كل 100 شخص عمل هيعمل اشعه مقطعيه او رنين هيطلع عنده اكياس في البنكرياس. لا ده كمان فئه في اللي اصعب من ديت في الاوتوبسي، يعني في التحليل الناس الميته لما جابوا مثلا 100 جثه يشوفوا منها كم واحد كان عنده اكياس في البنكرياس. 23%. فهي ارقام احنا كنا يعني نسميها اندر استيميتنج، ما احنا مقللين من نسبه حدوثها او من قيمتها. لا ده رقم كبير جدا، وبيقول لك ان الفرق ما بين ال 23 وال 13 ديت ان في كتير بيبقى عندهم كيس في البنكرياس وعمل اشعه مقطعيه وبتاع الاشعه ما شافوش، ما خدش باله منه. يعني الفرق ده فرق في التشخيص مش فرق في نسبه الحدوث. فهي الحقيقه نسبه حدوثها اعلى بكتير قوي من اللي احنا متخيلينه. لكن عشان نبسط الامور هنقول احنا عندنا مجموعتين اصلا من الاول خالص، اكياس كاذبه واكياس حقيقيه. سودوسيست وسيست او سيست. من الاول كده خالص. سودوسيست دي حاجه هو مش كيس، هو عباره عن فيه سائل تجمع ابتدى الجسم يحوطه فتحول الى كيس. طب هو هيفرق ايه عن التاني دوت؟ ان التاني ده عباره عن كيس فعلا، بس الكيس ده متغلف من جوه بخلايا. التاني ده متغلف بانسجه ليفيه مش خلايا، دي فايبس ودي حاجه خلايا مبطنه. الاكياس الكاذبه دي بتحصل كتير قوي للمرضى اللي كان جالهم التهاب في البنكرياس. يمكن عشان نفهمها شويه دي من الحاجات برضه اللي اتطورت قوي في الكام سنه الاخيره نفسها. يعني اكتشفوا ان التهاب البنكرياس دوت نوعين. في نوع بيحصل جوه، احنا اي واحد حصل التهاب في ايده ايه اللي بيحصل؟ الايد بتورم شويه، مكان الالتهاب بيورم شويه.
نفس القصه اللي حصل في البنكرياس، هيبتدي البنكرياس يورم شويه ويبقى فيه تجمعات من السائل. السائل ده يتجمع جوه البنكرياس نفسه او يتجمع حواليه البنكرياس. لو اتجمع جوه البنكرياس ده هيصرف بعد كده ويختفي وخلاص. لو اتجمع حوالين البنكرياس هو ده التجمعات اللي بتحصل اللي هي ممكن تقلب بكيس كاذب بعد كده. فده اول نوع اللي هو الاكياس الكاذبه. وده نوع حصل تطور جامد قوي في العلاج بتاعه. كنا زمان علاجه دايما جراحه ونوصل الكيس بالمعده وحاجات زي كده. دلوقتي بقى دكاتره البطنه والمناظير ليهم حل بالمنظار من غير عمليه، بيخش في المعده ويفتح الكيس على المعده وتتحل القصه دي. كان زمان لما يحصل من ضمن مشاكل تجمعات البنكرياس السائل دوت، ان ساعات قالت البنكرياس نفسها تكون مقطوعه، دي هتعمل تصرف السائل وملوش حل. لا ده دلوقتي بره، يمكن في مصر ابتدينا شويه ان يعمل منظار ويركب دعامه في قناه البنكرياس مش في القناه المراريه، بحيث يعدي الحته اللي فيها القطع ديت، وبعد فتره يشيل الدعامه ويكون لحم خلاص، فيوفر عمليه كبيره قوي على المريض. دي في جزء الاكياس الكاذبه. ايه الاعراض بتاعت الاكياس الكاذبه او الصادقه؟ هو دايما المريض هيبقى عنده تاريخ مرضي بالتهاب شديد في البنكرياس. وبعد ما الالتهاب راح ابتدى يحس بالم اعلى البطن شويه. لو كيس ده كبر شويه هيضغط على المعده، فيبتدي دايما عنده ترجيع، عنده اعراض مش قادر ياكل لانها ضغطه على كل المنطقه ديت. لو الكيس ده صغير نسيبه، ممكن يمتص لوحده ويختفي. لكن لو الكيس ده كبير حجما، سبب الم، سبب اعراض، او سبب التهابات، في الحاله دي محتاجين تدخل. التدخل زي ما قلنا بقى اختلف زمان عن دلوقتي. كنا زمان التدخل الوحيد هو الجراحه، لا دلوقتي اصبح عندي اختيارات اخرى غير جراحيه. الاسباب التهاب، طب الاسباب للالتهاب ايه؟ كحول ولا في حاجه تانية؟ كحول ده نمره واحد بره. الكحول اللي هو الخمره، عشان بس ما حدش يقول كحول تطهير يعني، لا مش الخمره، كل انواع الخمره بقى. البيره خمره على فكره، اهو معلومه صادمه. وفي مصر يمكن هيبقى حصاوي المراره. دي من اشهر الاسباب. طبعا بيجي اسباب تانيه كتيره قوي، زي ساعات ارتفاع نسبه الدهون، في ارتفاع انواع من الاملاح زي الكالسيوم، في حاجات التهاب مناعي البنكرياس، يعني في اسباب كثيره جدا لالتهاب البنكرياس ده. لكن اشهرهم دايما زي ما حضرتك قلت الكحوليات او حصوات المراره. هل المخدرات بتعمل التهاب في البنكرياس؟ ممكن تعمل لو في حاجات هتبقى توكسيك، يعني حاجه زي تسمميه على البنكرياس نفسه، ممكن تعمل حاجه زي كده. طيب في انواع لاكياس البنكرياس غير التقسيمه اللي احنا قلناها؟ الانواع الثانيه بقى اللي هي اكياس حقيقيه للبنكرياس. والاكياس الحقيقيه دي اخطرهم بقى. اخطرهم ليه؟ لاني في جزء منهم، جزء مش قليل، يعني لو بصينا على الصوره دي، هو هنا دي تقسيمه كل انواع اكياس البنكرياس. من دون اول حاجه في اليمين خالص دي الاكياس الكاذبه، سوديسيست. وفي انواع ثانيه هتطلع من القناه الرئيسيه، وفيها تطلع من القناه الفرعيه، في اكياس جواها سائل شفاف، وفي اكياس جواها سائل لزج. اها، الاكياس اللي جوه القناه الرئيسيه دي اكتشفت سنه 82. الاي بي ام ان. دي بقى ايه اهميتها وايه خطورتها الشديده؟ ان في نوعين منها. في نوع هيطلع من القناه الرئيسيه اللي احنا شايفينه، اللي هو القناه الكبيره الخضراء ديت، وفي نوع طالع من الجنب. اللي طالع من القناه الكبيره ده نسبة ان يقلب بورم سرطاني من 40 لـ65%. فده كيس حميد، ولكن عنده احتمالية ان يقلب بورم سرطاني قد تصل الى اكتر من 60%، يعني واحد كل اتنين تقريبا. وبالتالي دي لو احنا اكتشفناها، يبقى ده المريض ده لما اعمله انا عملية، انا وقيته وحولته لشفاء تماما، عكس ما استنى لما قلب بورم سرطاني وبعد كده اعمل بعدها عملية، ساعتها نسبة ارتجاع الورم عالية جدا. النوع الثاني الكيس اللي هو خارج من القناة الفرعية، ده نسبة انه هو يقلب ورم 10 لـ15%، برضو رقم مش قليل. ولكن زي ما قلت لحضرتك بقى، في 2012 ابتدوا يحطوا مواصفات. احنا دايما مشكلتنا الميزان ما بين حاجتين، طب هو في 10% ممكن يقلب ورم، طب اعمل له عملية؟ طب ما دي عملية كبيرة برضو، ولا اسيبه واتابعه؟ طب انا خايف لا يقلب ورم،
ولو قلب ورم النتائج مش تبقى حلوة قوي. فابتدوا يحطوا صفات كده، يحطوا علامات بيسموها علامات خطيرة، هاي ريسك فاكتور. ايه العلامات الخطيرة دي؟ يعني لو القناة بتاعت البنكرياس اكتر من 9 ملي 10 ملي واسعة قوي، او ان الكيس دوت جواه نتوءات واخدة سبغة، او حجم الكيس ده اكتر من 4 سنتي، او العيان جاي لي بصفرة. في اصبح فينا علامات كتيرة ممكن بالرنين او بالاشعة المقطعية، بس اكتر الرنين يقول لي اه ده كيس، والكيس ده نوعه ايه، طالع من القناة الرئيسية ولا من القناة الفرعية، واحتمالية الكيس ده ان يقلب ورم قد ايه، وبالتالي احط خطة العلاج. هل الكيس ده محتاج متابعة فقط ولا محتاج عملية؟ دي مثلا صورة الرنين، ده كيس طالع من القناة الرئيسية بتاعة البنكرياس. هنشوف بعد كده في مثلا صورة تانية في المقطعية برضو كيس طالع منها، وبيتقسم بقى وليها تقسيمات كثيرة قوي. هل هو طالع من يعني ده برضو السهم هنا بيشاور على كيس طالع من رأس البنكرياس، وكيس بالحجم ده قد يحتاج ان احنا نعمل عملية كبيرة اسمها ويبل، لان دي هتقي العيان انه يتحول الى ورم سرطاني بنسب نجاح اقل بكتير قوي لو شاله في المرحلة ديت. ده كيس مثلا في جسم البنكرياس في الجزء الثاني. الموضوع ده من ضمن هنا بقى، ده كيس نوع تاني بقى، ده الكيس اللي بيبقى ميوسينس، يعني ده جواه سائل لزج. الكيس دوت نسبة حدوث الأورام فيه أقل شوية، حوالي 15-20% إن هو يقلب ورم سرطان، وبالتالي برضو أصبح لينا علامات فيه قريبة من نفس العلامات التانية، اللي هو برضو لو الجدار بتاعه تخين أو فيه نتوءات واخدة صبغة أو حجمه كبير، الحاجات دي قد تحتاج إن احنا نستأصل الكيس ده علشان ما يقلبش ورم سرطانية. في أنواع أكياس أخرى بقى، حاجة اسمها السيروس، اللي هي الكيس اللي جوه سائل شفاف خالص، ده ما بيقلبش عمره برم، وبالتالي مش محتاج مني أي حاجة ولا تدخل، فقط متابعة لو في أعراض نتعامل معها. هتقولوا إيه التشخيص؟ هتبقى أشعة مقطعية MRI ولا في حاجة تانية؟ الاثنين الأساسيين المقطعية والرنين، والرنين لازم يبقى رنين بصبغة، وده رنين ثلاثي يعني دي، ولازم جهاز كويس جدا، ولازم دكتور أشعة متخصص في الحتة دي بالذات، بحيث إنه يعرف يلقط الحاجات. احنا بنتكلم في حاجة 2 ملي 3 ملي 4 ملي، يعني حاجات صغيرة جدا، والقرار فيها صعب قوي، إن هو يبقى شايف الجدار وشايف نتوء في الجدار، والجدار ده واخد صبغة ومش واخد صبغة، فدي محتاجة دكتور أشعة فعلا هو عارف هو بيدور على إيه. الحاجة التانية الجديدة شوية اللي هو الموجات الصوتية اللي بالمنظار، ودي بقى دقيقة قوي في الحتة ديت، إن لو عندي الكيس دوت بنخش الموجات الصوتية، هو بيحدد لي نوع الكيس بقى، بيقدر منه بياخد عينة من السائل اللي جوه الكيس، أحلل السائل ده برضو، هل السائل ده سائل كلير يعني صافي خالص، ولا فيه جزء ميوسين اللي هو الحاجات اللزجة ديت، هل قلب أو بيقلب أو هيقلب أورام. يعني حتى ابتدوا الاي بي بي ان اللي احنا قلناه في الأول دي، ابتدوا يقسموها ثلاث مراحل، مرحلة عادية خالص، ومرحلة ابتدى يبقى فيها ديسبليزيا، ابتدت الخلايا تتطور شوية، ثم مرحلة ما قبل الورم على طول، ومرحلة الورم. كل ده ممكن بالعينة اللي خدها لي بالموجات الصوتية اللي بالمنظار يقدر يشخص لي هذه الأشياء. بعد ما شخصنا، طب أنا هبدأ أتعامل علاجيا مع نوعين، نوع أكياس كاذبة وأكياس حقيقية. الكاذبة الحمد لله فيها ميزة أنها مش هتقلب بحاجة، فأنا هتعامل معاها على حسب إيه مشكلة المريض. يعني لو عنده كيس صغير خلاص مش عامل له أعراض، مش هنعمل له حاجة. طب هو عنده كيس كبير وعامل ترجيع وعامل مشاكل ليه وألم بيعمل ألم رخم، طبعا في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أفضي هذا الكيس. هي المشكلة إن الكيس ده في الغالب بيبقى واصل بالقناة بتاعة البنكرياس، عشان كده لو أنا سحبته هيجمع تاني، فأنا لازم أوصله بحاجة. زي ما قلنا كنا زمان أو مش زمان، لغاية دلوقتي يعني أكثر عملية مشهورة إن احنا نوصله بالمعدة أو بالأمعاء، لكن الجديد إن دكاترة المناظير الباطنة دلوقتي بقوا يخشوا بالمنظار وهم يعملوا التوصيلة دي من غير عملية ولا حاجة، ونسب نجاحها أصبحت عالية شوية، وفي مصر هي بتتعمل دلوقتي. فأصبحت الأكياس الكاذبة ليها حلول سواء كانت جراحية أو كانت غير جراحية. طب نيجي بقى للأصعب، المشكلة الكبيرة، ده منهم ناس بتقلب في 60% إلى كانسر.
دول بقى هنا هيبقى مشكلة التشخيص، انك لازم تتأكد، لان زي ما قلت حاجة احنا عندنا حوالي بس عن 3 أنواع من الأكياس الحقيقية، فيهم نوع عمره ما بيقلب، وفي نوع نسبة انه بيقلب قليل قوي، وفي نوع بيقلب كتير قوي، وبالتالي الفروق بينهم كبيرة جدا، وبالتالي برضو التشخيص هنا هيبقى مهم قوي. يعني انت عندك أكياس في منهم واحد طريق السلام، وفي واحد طريق يقلق، وفي واحد طريق مقلق اللي هو يروح ما يرجع، طريق مخيف بالظبط. فعشان وهيترتب على الكلام دوت قرارات صعبه. يعني اللي هيقلب دوت ده محتاج ويبل، محتاج عمليه استأصل فيها جزء من بنكرياس وقناه مراريه ومراره واسنان، زي ما كنا اتكلمنا على الويبل قبل كده. اهو ده مثلا دي الاكياس اللي هي خارجه من قناه فرعيه، ودي يعني ورانا كيس ورانا صوره الرنين بيبقى شكله عامل ازاي. الصوره اللي بعديها هنشوف الكيس اللي هو خارج من ده خارج من القناه الرئيسيه نفسها، او ساعات يبقى الاثنين مع بعض، هنلاقي صوره ثالثه جزء منه ده طالع من القناه الرئيسيه وطالع من القناه الفرعيه. اللي هيطلع من القناه الرئيسيه دوت ده اللي فيه نسبه ان هو يكون يقلب بورم كبير، وبالتالي ده هنضطر نستأصل جزء من البنكرياس كعمليه كبيره عشان نقي المريض ان هو يقلب بعد كده بورم. وده في ميزه ان عنده تقريبا نسبه الارتجاع الورم فيه صفر، مش محتاج متابعه لو هو ما كانش لسه قلب. النوع الثاني اللي هو عنده اكياس واكياس زي ما قلنا كويس قوي عمرها بتقلب، ده مش عامل له حاجه الا لو كان عنده الم شديد او نوبات متكرره من التهاب البنكرياس، قد نتعامل مع الكيس نفسه. النوع اللي في النص ده هيحتاج متابعه، والمتابعه هيبقى في الغالب برانين على حسب العلامات، اقول ماشي في سكه ان انا فيها خطوره يبقى محتاج عمليه، ولا ماشي كويس فقط متابعه. الوقايه ازاي؟ وبرضو سؤالي مع الوقايه عايز اكد للناس قبل ما نمشي، الاعراض اللي العيان لما يحسها لازم يجي جاري عشان يكشف. الوقايه هتيجي في النوع في الاكياس الكاذبه فقط، وهي ان انا امنع حدوث التهاب البنكرياس، ولو حصل تهاب البنكرياس ابتدي اعالجه مظبوط من الاول، بحيث ما وصلوش لمرحلة الكيس الكاذب. لكن للأسف أكياس البنكرياس هي ملهاش أسباب عندنا، يعني عم ما بيعملش حاجة عشان يحصل له أكياس بنكرياس، وتشخيصها دايما بيبقى صعب قوي، لأن العيان بيبقى شكوى عامة، شخص عنده ألم في البطن بس ألم متكرر، ودور في كل حاجة مش لاقي سبب ليه، فبالصدفة عمل مقطعية أو عمل رنين اكتشفنا الكيس، فده حظه كويس ان احنا اكتشفنا هذا الكيس عشان نبتدي نحطه على الطريق الصح بتاعه من 3 طرق اللي احنا قلنا عليهم. الاعراض اللي شفتها بسرعه اجي جاري، الاعراض يا اما يبقى فيه الم او ساعات تبقى صفره، وزي ما قلنا لو حصل صفره دي علامه مش كويسه، دي معناها ان احتاج في الغالب هيبقى احتاج تدخل جراحي، او ساعات التهاب متكرر في البنكرياس بيكون بسبب هذه الاكياس. الالم بيكون مكانه فين؟ دايما الام البنكرياس كلها في المنطقه اللي فوق خالص تحت يعني اعلى البطن، ويسمع في الظهر كانه سيف. بالظبط، داخل من هنا طالع، اقول لك انا مضروب بسيف بالظبط، يعني عشان بس نبقى ايه مش ناسيين، سيف من هنا اللي خلف الظهر يسمع للظهر. خوفنا النهارده بس لازم نخاف في حته مهمه جدا مظلومه جدا، هي البنكرياس. البنكرياس يظل مظلوم، هو ليه صحيح بيفرول بسرعه ولا اصل هو كمان مشكلته انه بيفرز ماده وظيفتها هضم البروتين، والجسم كله من جوه عباره عن بروتين، فانت بتفرز كانك بتطلع ماده كاويه، بس انت بتمشيها في قنوات معينه معده انها تستحمل هذه الماده. طب لو حصل التهاب والقناه دي اتقطعت وطلعت بره، هتبتدي تاكل اللي حواليها. ميه نار. نورتنا يا باشا. ضيفي العزيز ذي القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور محمد فتحي عبد الغفار، استاذ جراحات وزراعات الكبد بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه ايسن بالمانيا لجراحات الكبد والقنوات المراريه، وعميد محل الكبد السابق، كالعاده كان مبدعا في واحده من اهم حلقاتنا. البنكرياس يظل هذا لغز من الالغاز الطبيه، مش لغز يعني، حته مظلومه جدا في جسم الانسان. حافظوا على نفسكم وخليكم دايما مع الناس الحلوه. بيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بوصيل بقالها 10 سنين مثلا. النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد.
النسور الشرجي من الأمراض السخيفة جدا، لأنه يمر داخل عضلات مهمة جدا مسؤولة عن التحكم في التبرز. بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجة اسمها فيلاك، إن احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجة يعني أنا نفسي الناس كلها تقرأ عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. طبعا نشوف، بص الفكر بقى، الناس برة بتعمل عايزين نقلل يعني الحاجات الحلوة، نقللش الحاجات الوحشة. بيعملوا أفلام صغيرة قوي زي ما انتم شايفين كده، مجموعة من الأفلام صغيرة خالص عشان يعلموا الأطفال ويعلموا المراهقين. لا، فايدة العمل الجماعي شكلها لطيف، أفكارها لطيفة وكلها فاني، وبتثبت في الدماغ إن أنت في كل النواحي الناس دي أنقذوا بسبب العمل الجماعي. في كل فروع الحياة العمل الجماعي له قيمة كبيرة جدا، كل الفروع، في القانون، في الإلكترونيات، في التجارة، في الصناعة، في الكورة، في الرياضة، في الطب. الطب بقى كمان العمل الجماعي له أهمية كبيرة، وخصوصا في مجال الجراحات. مجال الجراحات وخصوصا مجال جراحات الإنوريكتال اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه، هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل في التعامل مع هذه النوعية من الأمراض بأساليب جراحية ليس انفيزيف، يعني ما تعملش مشاكل، لأنه كانت المشكلة عند واحد عنده مشكلة حول الشرج، وليكن هيمورويد وليكن ناسوره، هو تخوفه في ثقافته أنه خايف يعمل عملية فما يعرفش يتحكم في البراز، لأنه سمع أنه مش عارف سنة 60 حد دخل عمل العملية دي فحصل له كده، وبقت مشكلة كبيرة وتنقلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية أو الحكايات الشعبية، تتنقلها بقى نوع من التندر على الطب. الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا، ومن ضمن الثقافة أن أنا أتقن فهم قيمة العمل الجماعي، أتقن كمريض، لأن أنا لازم أبقى عارف أنه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن أن التكنولوجيا دي تتنفذ صح. لأن لما أجي أعمل عملية وليكن عملية النسور فيها تكنولوجيا عالية جدا، فيها ليزر، فيها مناظير عالية الدقة، يعني ذات دامتر أو يعني رفيع جدا، اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير فريق التبريد، كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل إيه، وإلا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمة إلى نقمة، وهتحول المنظار الى يوزلس ماتيريال، انسترومنت ملهاش قيمه. فعمل الجماعي هو اللي لازم، العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومه. ده هنتكلم فيه النهارده، وازاي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئه السمعه الى جراحات جميله السمعه، مش حسنة، لا ده جميلة السمع، بدل ما تحولت. يعني ايه سيئة السمع؟ كانت عملية يقعد الواحد يقول لك فلان عمل عملية، قعد شهر اجازة، راحت منه امتحانات الثانوية العامة، ما دخلش امتحان الكلية وما لحقش حتى الدور الثاني. الله الله الله، ليه العملية ده؟ عملية يا عم، وقعد ونايم في البيت وما بيخرجش وبتاع. دلوقتي بيعمل عملية يوم السبت، ثاني يوم الحد يروح شغله او الاثنين، يرتاح له يوم ولا اثنين حسب، بس برضه القفزه الهائله دي وراها فريق عمل. النهارده حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بيسعدني اكيد وبيبدع في حواره العلمي، واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزياره، هذه الزيارات الرائعه لنقل الثقافه، ضيف العزيز الاسم المتميز، واحد من سوبر ستارز المجال على مستوى الوطن العربي الحقيقه، الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بك يا دكتور. وحشني خالص. الله يخليك. انت هيموكيور الحقيقه يعني اسم الحمد لله ما شاء الله، الحمد لله، وكيور حلو قوي، اسم جميل، علاج شفاء. الحمد لله. قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معانا او هندخل فيه فايده التطور الكبير، عايزك تكلمني عن ثقافه الناس حول امراض الشرج وفهم اعراضها. انت عارف، انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلط. صحيح 100%. الثقافه دي كانت يمكن في جزء من الاوقات معدومه،
بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني، وبدأت الناس تاخد بالها من الأعراض اللي ممكن تظهر لها، بدأت الناس تاخد بالها من هذا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف، يعني اللي عنده مشكلة في الشرج أو المستقيم كان يتكسف ويحرج. لما بدأت الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف إن في دكتور بيتكلم في الحكاية، وبدل الدكتور يبقوا 2 و3 و10، بدأت يبقى في ثقافة، بدأت الناس تعرف إنه مش لازم نتكسف، مش لازم عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكله في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زيه زي اي حته في جسمنا، اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح. يعني الحمد لله بدات الناس تاخد بالها من الاعراض. هذا العلم او هذا الجزء من الجراحه، جراحه الشرج والمستقيم، الاعراض متشابهه. يعني لو واحد عنده هيمورويد، لو واحد عنده بواسير اعراضه قريبه شويه من اللي عنده شرخ الشرج، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده نسور، اعراضه قريبه بعد الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان وداخل المستقيم. يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ما بين كل حاجه. هنا يجي دور زي ما حضرتك اتكلمت من شويه فريق العمل. فريق العمل ده مش بس دكاتره وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده. فريق العمل ده عباره عن جراح، وعباره عن راجل بتاع باثولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجه في التيشو ده ولا لا، عباره عن واحد بتاع مناظير يقدر يورينا حاجات كويسه، مهندس يقدر يستخدم على الاجهزه الجديده. الحقيقه ان فريق العمل ده زي ما حضرتك اتكلمت من شويه حاجه عظيمه جدا. عن نفسي انا اتعلمت الحكايه دي، انا اشتغلت شويه في المانيا في جامعه اسمها اليزابيث كولن في كولن في المانيا. اتعلمت هناك يعني ايه فريق عمل، ان الجراح بيجي يشتغل العمليه بتاعته حواليه 10 بيساعدوه، حواليه واحد بتاع تخدير شاطر قوي، حواليه واحد بتاع مناظير شاطر قوي، حواليه ممرضه شاطره فاهمه هي بتعمل ايه، مساعد شاطر جدا بيوريه. يعني قرار ما بقاش قرار فردي، بقى قرار جماعي، وفي الاخر كل ده بيروح ناحيه المريض الحقيقي. الأعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمة الناس للعرض، يعني ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا؟ يعني خلينا نقول ان جنرال كده، اذا كان عندنا مشكلة في الشرج والمستقيم هتتمحور حوالين 5-6 أعراض. اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتوم، اذا كان مريض بينزف دم، اذا كان الدم ده لونه أحمر فريش كده يبقى جاي من القناة الشرجية السفلية او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ملحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجة. إذا كان الدم ده لونه مغير شوية، إذا كان الدم ده متجلط، إذا كان الدم ده لونه دارك ريد زي يبدأ يعلى شوية، فبدأ ياخد وقت شوية لحد ما نزل. بعد شر مثلا الناس اللي عندها كبد أو حاجات زي كده، يبقى حاجة اسمها ميلينا مثلا، إنه بينزل دم لونه أسود خالص. يعني من أهم الأعراض اللي بنشوفها هو الدم. إذا كان عندك دم مرض دم بينزل من الشرج أو المستقيم، دي علامة خطر، لأنه قد يكون عندك بواسير شرجية مثلا. بواسير هي أوعية متمددة حوالين الشرج زي الأوردة اللي في إيدينا دي، لكن منفوخة شوية قد كده، فيبقى جدارها رقيق، لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجعي خابط فيها رجعي منزل نقطتين ثلاثة دم. لكن في حتة حلوة قوي في الحتة دي، يقول لك الدم ده بيجي مع دخول الحمام، ولا لو أنت قاعد كده تلاقي دم نازل، لأنه يفرق جدا. الدم اللي يجي مع دخول الحمام أثناء الستول باسنج أو أثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد، يعني 100% بواسير شرخ شرجي حاجات زي كده. لكن الدم اللي ملوش سبب، يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجاه لقى دم نازل من القناه الشرجيه، احيانا مش عايز برضو نخض الناس، لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شويه زي السرطانات وحاجات زي كده. فاول حاجه المريض ياخد باله منها الدم، اذا كان بينزل دم من فتحه الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي، ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لانه مش ده العادي. تاني حاجه الالم. الألم إذا كان الألم مع دخول الحمام، يعني الواحد بيدخل حمام يجيله وجع شديد أو حاجة، أغلب الظن يبقى عنده شرخ شرجي، لأن البواسير مرض غير مؤلم. يعني لو واحد عنده بواسير عادية كده هل يتألم؟ لا ما يتألمش، ويكتبوا في الكتب عليها أسيمتوماتيك، يعني ملهاش أعراض. طب إمتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع؟ إذا حصل عليها بعض المضاعفات زي التجلط مثلا، فيسموها ثرومبوزد بايل، بواسير متجلطة، او مثلا بيبدا درجتها تزيد من الدرجه الثانيه للثالثه، فتبدا حاجه تخرج بره فيبقى مخنوقه شويه فيبقى متوجع. لكن البواسير ما بتوجعش، توجع اذا حصل عليها بعض المضاعفات، وده علامه تستدعي ان الواحد ياخد باله اكتر. غير الالم الافرازات، اذا كان واحد عنده ديتشارج، ربنا يخلقنا الحته دي دراي، يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحه الشرج، ما يحسش ان في افرازات، يحسش ان في ميه، ما يحسش ان في حاجات لونها اصفر ولا اخضر ولا كلام زي كده. اذا في ديتشارج في حاجه مش مظبوطه، نروح بقى ونيجي في الديتشارج ده نقول انه قد يكون سببه نسور شرجي، وده الاشيع يعني قد يكون سببه مش نسور خالص، حاجه اسمها بروكتايتس. بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم، والمريض ساعتها هينزل ميوكاس ديتشارج، يعني وكان حاجات لزجه كده او حاجه. الاعراض متشابهه، اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده شرخ شرجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده نسور نفس الكلام،
اللي عنده بعض الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجه ممكن يبقى عنده نفس الكلام. مين يقدر يشخص؟ الدكتور وشطاره التكنولوجيا الجديده. كان زمان او يعني ما اعرفش لغايه دلوقتي موجود ولا لا، كان الكلينيكال سنس في الاكزامينيشن اللي هو الفحص باستخدام الفينجرز كان هو الاساس بالظبط في التشخيص. هل ما زال ده موجود؟ الحقيقه لا. وده انتهى من 3 سنين من النهارده، لانه اخترعوا حاجه اسمها بروكتو ستيشن. يعني ايه بروكتو ستيشن؟ بروكتو من بروكتولوجي، من علم امراض الشرج، وستيشن يعني محطه كامله او تاور جامد. جهاز عظيم جدا، يمكن ذو حجم كبير. يعني وظيفته ايه بقى البروكتو ستيشن ده؟ في 3 حاجات. في حاجه اسمها اتش ار اي هاي ريزوليوشن انسكوب، يعني منظار، مش المنظار بقى اليدوي بتاع زمان اللي كان لازم، اللي هو ده بالظبط، تطور كامله جدا الحقيقه. فيها منظار، المنظار ده هيخلينا ابص داخل الشرج، مش هبص بعينيا بقى، ده انا هبص بالكاميرا اللي بتماجنيفاي كل حاجه، اللي هتطلع الصوره على المونيتور الكبير ده، على الشاشه الكبيره اللي عندك اللي متكبره جدا، لدرجه بقى انه بره يستخدموا البروكتو ستيشن ده في ايه بقى؟ في الفحص المبكر عن سرطانات المستقيم. يعني يعملوا روتين، خلي بالك مع الحاجات الروتين بقى يعملوها كل 2-3 سنين، يخش يعمل بروكتو ستيشن ده. الكاميرا بتبين اذا كان في انسجه بدات لونها يتغير، اذا كان في بوليبس، اذا كان في زوائد جلديه او حاجه زي كده. فبقينا كل المرضى اللي يجوا العيادات نعمل الهاي ريزولوشن انسكوب اللي هو المنظار عن طريق الكاميرا، اللي بالمناسبه لا يحتاج تخدير ولا في الم ابدا، لانه حاجه رفيعه جدا، عفوا، وكان واحد بيحط سبوزيتوري او بياخد لبوسه او حاجه زي كده، حاجه رفيعه قوي بتخلينا، وطبعا فيها ضوء عظيم جدا بتخلينا نشوف كل حاجه جوه الشرج والمستقيم. مع الهاي ريزولوشن انسكوب او الاتش ار اي في اندو انال الترا ساوند، سونار بقينا بنشوف بيه كل حاجه مستخبيه ورا العضلات. يعني لو واحد عنده وجع واحنا مش عارفين الوجع ده من ايه، قد يكون عنده خراج ديب سيتد، يعني حاجه جوه قوي عمر ما الجراح هيشوفها، السونار يوريها لنا ويورينا الكوليكشن وكل حاجه. غير الاتش ار اي وغير الالترا ساوند بقى في انال مانومتري اللي بيقيس قوه العضلات. كل الامراض حوالين الشرج كلها ما فيهاش غير خوف واحد عند المرضى، انه يحصل له عدم تحكم في البراز. يروح يعمل بواسير يقول لك انا خايف يحصل لي عدم تحكم في البراز، يروح يعمل شرخ مع توسيع الشرج يقول لك انا خايف، يروح يعمل ناسور يترعب من عدم التحكم في البراز. ولذلك بقينا بنعمل للمرضى الاندو الانال مانومتري اللي هو فحص العضلات اللي بيورينا قوه العضلات قبل العمليه وبعد العمليه كمان. هل البروكتوسكوب بيساعدك في تشخيص كل الامراض؟ كل الامراض، لانه هو الفكره انه المريض حتى كمان، يعني هقول لك على حاجه من الحاجات المشهوره قوي، ان المريض يجي لك العياده يقول لك انا رحت عند فلان الفلاني قال لي انت عندك بواسير، بس رحت عند واحد بعديه بيومين ثلاثه قال لي لا ده مش بواسير، ده انت عندك شرخ شرجي، وبعدين جيت لك. ما هو خلي بالك سمع مليون راي، ومين صح ومين غلط. الصح هو البروكتو ستيشن، هو اللي هيوريك، اللي بيخلي المريض نفسه يشوف. المريض نفسه بقى الفحص ده بقى بيشوف ما داخل وما حول الشرج على المونيتور، هو من قبل ما تقول له انت عندك كذا هو بيقول لك انا شايف البواسير بتاعتي في الحته الفلانيه، انا شايف ان عندي شرخ شرجي في الحته الفلانيه. ولذلك اصبح يتعمل لكل المرضى باجراء غير مؤلم، لا يحتاج تخدير ولا اي حاجه الحقيقه، يتعمل في 2-3 دقايق، بيطلع بريبورت كامل متصور فيه حتى الحاجات اللي احنا عملناها. كمان بنقدر نكمبير الريزلتس، يعني عملنا حاجه الصوره دلوقتي وخدنا ادويه ولا عملنا حاجه زي كده، ونقدر نقارن ما بين الصوره دلوقتي وبين الصوره بعد 2-3 أسابيع من العلاج، وصلنا لحد فين ما بين الاثنين. يعني عشان ناخد المميزات الكامله لازم يكون في فريق عمل او يعني متخصصين بيعرفوا يتعاملوا مع النوع ده من التكنولوجيا. بالظبط. انا في منتهى الفخر الحقيقه بفريق العمل بتاع هيموكيور، لانه كلهم على درجه عاليه جدا جدا من الكفاءه الحقيقه، كل واحد بيعمل حته هو شاطر فيها جدا. زي ما بقول لحضرتك حتى البروكتو ستيشن ده في دكتور مخصوص يبقى قاعد عشان اشطر مننا كلنا، عشان يقدر يورينا الحاجات اللي احنا ما نقدرش نشوفها. لما نيجي نعمل العمليات يبقى في واحد شاطر قوي بيمسك المنظار، واحد شاطر قوي مهندس طبي يبقى على اجهزه الليزر، واحد شاطر قوي في وهكذا. يمكن الفريق الطبي الهيموكيور فيه 12 دكتور، كلهم ناس افاضل جدا وكلهم اشطر مني انا حتى كمان، وكلهم يعني الحقيقه في منتهى الشطاره اللي في الدنيا. لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحالة، ايه التكنولوجيا اللي قدمت؟ يعني ازاي الليزر قدم حلول؟ ازاي المناظير دخلت؟ ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول؟ شوف، احنا كانت الجراحات القديمة لمجال الشرج والمستقيم ده، خلينا في الشرج كمان خصوصا، يعني تعتمد على القطع. عندك بواسير شيلها، اعمل جرح مش مهم، عندك شرخ شرج شيل حواليه كده وخد كام غرزة مش مهم، عندك نسور شرجي اقطع مش مهم. صحيح كانت حاجات، يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمه، يعني
الناس اللي قبلنا الاساتذه ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجه الحقيقه يعني، وما زلنا يعني نشيلهم فوق دماغنا. لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن في تكنولوجيا زياده، في مهندسين شاطرين، في شركات عظيمه، في مصانع بتعمل حاجات عظيمه، في ليزر. قبل كده ما كانش فيه، فالناس يعني كانت هتعمل ايه؟ لكن اللي ناخده على الناس شويه انه خلاص بقى يعني بقى في حاجات جديده. البواسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثه يتعالج منه، بقت تتعمل في 5 دقائق. تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود. زي ما اقول لك كنا بنقطع البواسير بقينا بنكويها فالامور تنتهي، كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقينا بنكويه فخلاص. كنا لما المريض يبقى عنده الشرج ضيق شويه عنده فانكشنال سبازم لازم نقطع الانترنال سفنكتر، زمان ما بقناش نقطعه بقينا نعمل سفنكترولايز نعمل اراحه للشرج. اللي كان عنده ناسور كنا لازم نقطع الناسور ونخاف على العضلات وكلام زي كده بقينا نعمل فيلاك. عصر الليزر ده إيه هو الفيلاك؟ اللي هو الفيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو علاج الناسور باستخدام الليزر، اللي هو هيخلينا ما نقطعش الناسور ما نخافش على العضلات، هيخلينا نكوي الناسور باستخدام الليزر فالمريض يبقى في امان تام 100% الحقيقه يعني. ده تكنولوجيا عظيمه جدا، لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير واخد 60-70% من التكنولوجيا، لكن في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها تي اتش دي مثلا، تعتمد على ان الاوعيه الدمويه بتاعت البواسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل ليزر ولا حاجه. في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها فافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل الناسور الشرجي او حاجه. ده 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 دي كانت جراحات ده مريض عنده بواسير مثلا. احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر، كنا زمان نقطعها، دلوقتي ما بقيناش بنقطع حاجه، بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل حاجه شايفه ده، تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا رو اريا ولا حاجه. وبالفعل اذا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله. اذا الناسور عايزين نشوف الناسور بالليزر ده برده مهم جدا. بالظبط اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيلاك تختصر حاجه طويله فيستولا تراك ليزر كلوجر. فيستولا تراك ليزر كلوجر اللي احنا هنقفله ده حاجه من الحاجات العظيمه قوي، اللي هو الفافت اللي هو المنظار اللي بيدخل جوه الناسور. اللي ياما قعدنا نحلم ان احنا نفسنا نشوف جوه الناسور ده ايه، بقينا بنشوفه، بقينا بندخل جوه التراك. انا فاكر حضرتك قلت لي كلمه زمان الحقيقه وانت بتعرف ناسور الشرج، قلت لي ده سرداب، ده حاجه زي السرداب. سرداب ده يعني حاجه مستخبيه جوه محدش شايف. اهو السرداب ده ما بقاش سرداب دلوقتي، بقينا شايفينه، بقينا عارفين الطريق فين، شايفين التشعبات، شايفين الوول بتاعه التراك. السرداب هو نفق رفيع. بالظبط السرداب نفق رفيع بالظبط، بقينا بقى جواه، بقينا شايفين، بقينا شايفين التيشو بتاعه. يعني الحقيقه تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج ناسور الشرج، لانه اصبح نتائجه كمان هايله قوي لما بنكومباين الفافت مع الليزر، لما نحط المنظار جنب الليزر. دي شركه امريكيه اسمها ستورز، دي شركه المانيه اسمها باريت، الاثنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقه يعملوا نتائج عظيمه جدا. التكنولوجيا ملهاش اخر ابدا في علاج امراض الشرج والمستقيم، وكل يوم بنلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن اي حته فيها خطر. هي الفكره زي ما بقول لك ان الامراض دي زمان كان فيها خطوره في عملياتها، الخطوره دي بقت زيرو. يعني بقى المريض يعمل عمليه واقول له انت 100% مش هيحصل مضاعفات. الالم ما بعد العمليه نقول لك انت ما عندكش الم، لكن هل الم نروح ونيجي فيه؟ ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين ثلاثه وانا اقول له انك مش هتوجع، في مريض نعمله يتوجع ساعتين ثلاثه. لكن اللي ما فيهوش كلام ابدا السيفتي، اللي ما بيحصلش اللي ابدا هو دلوقتي ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده المنظار اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي هو بالظبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك. اللي هو بيورينا المليهات الصغيره اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم ان احنا نبقى عينينا جوه التراك. جوه الناسور الليزر اذا كان بيدخل، لما نشوفه دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع الناسور، هيمشي في الناسور ويحرقه من جوه، بس مش شايفين، بس مش كان شايف، مش شايف. بس يعتمد على متخيله يعني ايه فيلاك. بالظبط يعتمد على خبرتك انت يعني على الجراح وهو بيسحب بالملي وحاجات زي كده. ده احنا دلوقتي بقى بقينا بنشوف واحنا بنحرق يعني خلي بالك اللي داخله دي اللي هي الاثار بتاعت الليزر، فبقينا شايفين واحنا داخلين. لو في حته انا ما خدتش بالي منها وانا بحرقها يتبان لي قوي بقى في الكاميرا ان انت ما حرقتش كل حاجه، فقد يكون ده سبب لارتجاع الناسور، فخد بالك لازم تحرق الحته دي تاني. اذا كومباينيشن صعب ما بين يعني كومباينيشن محتاج يعني ادي الليزر اهو داخل كان. بالظبط ده تكنولوجيا لوحده. بالظبط فمش بس تكنولوجيا واحده بقى، ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا اللي في العالم. خلي بالك احنا كان عندنا خبير الماني الحقيقه من الشركه بتاعه الليزر. على فكره دول شركتين يعني، دي المانيا اللي على اليمين دي المانيا ودي على الشمال امريكا. بالظبط دي شركه ستورز،
كانوا بيحاربوا بعض في يوم من الايام. بالظبط يعني بالظبط صحيح. لا ده كانوا بيحاربوا بعض كبلاد. بالظبط بالظبط. دلوقتي شوف بيعملوا كومباينيشن تعاون علمي. بالزبط. على ارقى مستوى. وهو ده قيمه الابحاث العلميه، وهو ده قيمه فعلا يعني قيمه الانسانيه. العلم بيقرب يعني 100%. كانوا بيفلوا بعض. بالظبط. امريكا كانت بتفني المانيا. دلوقتي بقى بنشتغل سوا. يعني بقينا انا بقدم، انا شاطر قوي في تصنيع المناظير فعملت المنظار اللي هو الفافت، وانت شاطر قوي في تصنيع الاجهزه الليزر فعملنا الحاجتين مع بعض اللي يخدموا المريض. انا بقول لك احنا كان عندنا قريب خبير كده بالمانيا، الراجل انبهر بانه هو جاي فاكر ان احنا بنستخدم الليزر بس، فلما دخل وشاف الماشينز والاجهزه وحاجات زي كده الراجل انبهر انه ما شافش في مكان انك واخد كل حاجه حلوه من كل حته. يعني اكنك واخد التطور الامريكي كله في شركه ستورز، واخد التطور الالماني كله في شركه بوليتيك، واخد الشركه الايطالي كله في التي اتش دي مثلا، روك ستيشن مثلا. يعني روك ستيشن ده بالمناسبه لان انا بحبه جدا الحقيقه، روك ستيشن ده واحد، روك ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالظبط. خلي بالك يعني هو واحد من اربع اجهزه في الوطن العربي ما شاء الله، يعني محطه التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبه، وكانت بالمناسبه جامعه عين شمس هتشتري، لكن المشاكل في الميزانيه وحاجات زي كده وقف الموضوع عندهم، عندنا في هيموكيور، وموجود في دبي في مستشفى، في دبي في مستشفى زليخة، وموجود في بلدين كمان جوه الوطن العربي اربعه جوه الوطن العربي، في ايطاليا وفي المانيا منتشر شويه، لكن جوه الوطن العربي اربع اجهزه بس، اجهزه تشخيصيه بس ما بتعملش حاجه، ما بتعالجش حاجه. على فكره دايما بيبقى في مخل في الاجهزه التشخيصيه. بالظبط. ما بيعالجش لانه انت بتعمل ايه يعني؟ بص تلاقي ايه، اصرف يا عم على الليزر لانه انا هعمل بيه العمليه بس انا هشخصه. بالظبط. انا طب انت عارف المقارنه فين؟ اتنين دكاتره، واحد شاف المريض لمده ثواني وقال له انت عندك بواسير، واحنا قعدنا ربع ساعه نشخص المريض بالاجهزه والصور وكل حاجه، وفي الاخر احنا قلنا له ان عندك بواسير صحيح، لكن انا متاكد هنا انه ما عندوش حاجه غير البواسير، وهنا هو مش متاكد، هو خايف يكون عنده حاجه ثانيه او حاجه يكتشفها جوه العمليات او حاجه زي كده. هي دي بقى قيمه التطور وقيمه انك يعني بتسعى الحقيقه للحاجات الجديده كلها. انت النهارده اسعدتني سعاده. الله يخليك. النهارده اتفسحنا فسحه جميله جدا. صحيح. في عالم يعني فسحه جميله يعني النهارده. على فكره الحوار كان بدون ترتيب، احنا النهارده كنا هنقعد نتكلم في البروكتو ستيشن، لقيت ان البروكتو ستيشن ده يعني اسال لعابي العلمي في ان انا اشوف بقى ايه اللي ورا. شخصنا يا سيدي ماشي، الليزر بقى الليزر يعني ابهرنا، قلنا لا ندخل ورا الليزر نشوف في ايه. تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع اللي هو الخيط الازرق اللي انا شفته، لا ده انا هشوفه بمنظر، ده انا بقيت شاطر قوي في الحاجات دي جدا. والله كل تخصص يقولوا لي انت صحيح جدا والله. انا مبهر يعني والله. اسنان يا باشا والله. بقيت اعدل عليهم وخدت على جاي وبروقهم في الاسنان رغم انها كليه طب ثانيه خالص. صحيح. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، وعضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، وهو طبعا المؤسس لهيموكيور لعلاج وامراض الشرج والمستقيم. نورتني وشرفتني، ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميله، اعتزازك بفريق العمل ده مدرسه مهمه جدا. صح. لازم ننقلها لكل الجيل الصاعد بقى ورانا. فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب، مع فريق عمل بحس بالامان. اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا، واختيارك له مش موضوع سهل، ده موضوع عايز تركيز شديد جدا. صحيح. جدا. خليكم مع الناس الحلوه. في دكاتره في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول، قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه اي حاجه يعملها بجزر. زراعه جميله، خلاص انا عندي ضرس مصاب، خلاص شيله وازرع مكانه، ايه المشكله؟ ما ينفعش، خلقه ربنا ما فيش حاجه تضاهيها ابدا في الدنيا كلها. الماده المستخدمه هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعه في أي حالة ما تزيدش عن 10 دقايق، أنا دايماً بحب أحط كل حاجة في مكانها. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني. ماجستير جراحات الوجه والفكين، كلية طب القصر العيني. ماجستير جراحة الفم والأسنان، كلية الطب القصر العيني. حاصل على الدبلومة الإسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا. عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. الإنسان عرف إجراء تقويم الأسنان من آلاف السنين،
بحسب اكتشافات آثار المصريين القدماء والرومانيين. أما تقويم الأسنان كعلم تقام فيه الأبحاث والدراسات بهدف تطويره فبترجع بدايته للقرن 18 لما قام عالم فرنسي اسمه بيير فوتشارد بتأليف كتاب يحتوي على فصل كامل يختص بعلم تقويم الأسنان، وبعده انتشر استخدام الدعامات وأسلاك المعدن في بداية القرن 20، وكانت هي دي القاعدة اللي بيبني عليها العلماء دراساتهم وتحديثهم لمجال تقويم الأسنان حتى الآن. أهلا بكم، النهاردة طبعا يوم أسنان رائع جدا وحوار أسنان من الطراز الرفيع. خلي بالكم، عايز أنبهكم نقطتين مهمين جدا بيأثروا على صحة الفم والأسنان، وتنبهوا للكلام اللي بقوله لكم دوت وصحصحوا قوي عشان الكلام ده في منتهى الخطورة. السجاير الإلكترونية، الله يخرب بيت اللي نزلها واللي جابها واللي اتكلم عنها واللي وزعها واللي بيدافع عنها، الله يخرب بيته بجد، لأنه يعني ده دفاع عن باطل شديد جدا، ده دي في منتهى الخطورة، وأنا بقول لكم في منتهى الخطورة. بعد ما قعدت أذكر فيما يتعلق بكل الأبحاث الطبية اللي درستها ودرست مكوناتها لمدة شهر بحاله، ولسه ده شهر ده قليل قوي يعني. اللي بيتأثر أسنان، بصوا بقى، دراسة علمية أشرف عليها باحثين في أمريكا من جامعة روشستر قالت إن السجائر الإلكترونية ممكن تكون ضارة جدا للأثلاثة والأسنان، يمكن أن تكون ضارة جدا، ده تعبير علمي يعني، هي ضارة بس درجة الضرر قد إيه لسه ما قرروش. وبيقولوا إن التجارب العلمية ديت اللي في ولاية نيويورك اتعملت، التجارب المعملية، إن الأبخرة، خلي بالكم من إن خطورتها في الأبخرة بشكل مباشر الناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية تدمر أنسجة اللثة بنسبة قد إيه برضو لسه لم يقرر. الباحثين أكدوا برضو على أنه استخدام السجائر الإلكترونية بيؤثر على صحة السنة، بيؤثر على المينا، إتلاف أيضا الخلايا الموجودة في الفم، وبيقلل مناعته. طبعا الكلام دوت يؤدي إلى أمراض كثيرة في اللثة، فاللي بيشرب سجائر إلكترونية معتقد أنها أقل ضرر من التدخين، أنا بقول له لا، هي مش أقل ضرر من التدخين أو أكثر ضرر من التدخين، مش دي، هي مضرة. أقل قد إيه أكثر قد إيه، هي مضرة. اللي ينكر ذلك إما بيتاجر فيها أو توكيل ليها أو مدافع عنها لسبب نفسي، هو يعني مصدق إنها كويسة، لكن اللي إحنا بنقوله بنقول كلام علمي في الحتة دي. الأسنان إحنا بنضرها بأشكال مختلفة، لكن تعالوا نبحر النهاردة في عالم الأسنان زراعة وتجميلا وتركيبة، تركيبات يعني، وتقويم أكيد. ضيفتي العزيزه الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا دكتوره، منور الناس الحلوه، ربنا يخليك. ايه رايك في التدخين وتاثيره على السنين قبل ما ندخل كده وندخل في الكلام الحلو النهارده؟ لا طبعا هو ليه تاثير مباشر، يعني احنا في علامات بشوفها اقول لك دوت بيدخن ولا مش بيدخن، من اول الشفايف والسنان، اللسان، سقف الحلق، اللسة عموما. لا طبعا ليها اضرار سلبيه واضحه، بس المشكله اللي تخلي الناس بيشربوا بدون يعني ندم ايه، انها مش حاجه بتوصله مرحلة مرضية أو يرقد في السرير، فيقولك إيه، مش مهم اللون، مش مهم الريحة، مش مهم التسوس، كل حاجة يفضل يقول مش مهم مش مهم، هو الناس بتاخد على حاجة واحدة، مميتة ولا مش مميتة. طبعا التدخين مضر جدا على الأسنان واللسة. عايز أبدأ بالتجميل في الرباعي بتاع النهاردة، ولا نشوف إذا كان رباعي أو خماسي، لكن التجميل أول ضلع مهم في عالم طب الأسنان، حاجتين مهمين: الطفرات اللي حصلت في طب التجميل ازاي خلته يعني بهذه القوة، وايضا اهميته دلوقتي ايه في وسط عالم الاسنان التاني، الجذور، التركيبات، الزراعة، التقويم، اهمية علم التجميل. طبعا هو علم تجميل الاسنان حصل فيه طفرات جامدة جدا، وهي الطفرة الديجيتال، ان كل حاجة بقت تتعمل ديجيتال. يعني طبعا جهاز السارك، الجهاز السارك دوت عبارة عن اسم كبير نازل تحته بقى حاجات كتيرة، نازل تحته نوع الكاميرا، في دلوقتي الأومني كام، نزل بعد الأومني كام نوع تاني ده بيلقط، ده بقى اللي هو ايه، مش بتتعامل مع شاشة كمبيوتر، لا انت بتعمل كل حاجة ديجيتال، حتى جوه الشاشة انت بتعمل بصوابعك زي الموبايل كده. دي حاجة بقى طفرة الطفرة، اللي هو بقى عدينا كمان الأومني كام ودخلنا في اللي بعدها. جهاز الميلينج وهو المخرطة نزل فيها اوبشنز انها ممكن تعمل زي ديسكات، ما بتعملش بلوكات، انها تخرط مثلا 20-30 درس مع بعض علشان خاطر توفر وقته، العيان ما يقعدش وقت طويل ويطلع لك كواليتيز مختلفة. وصلنا
يعني هو موضوع الديجيتال ورك في التجميل هو دوت الطفرة اللي حقيقي ما فيش زيها. في ميزة كبيرة كمان مختلفة جدا عن شغل التجميل زمان ودلوقتي. يعني الناس تقولك ايه، طب ما انا ممكن اعمل نفس التركيبات ديت عند معمل. لا حقيقي مش زيها خالص، لا حقيقي بجد والله مش زيها. المعمل انت بتخضع لذوق فني، بني ادم اسمه فني تجميل الاسنان. الفني ده ممكن يذوقه حلو، ممكن يبقى ذوقه وحش، ممكن هو على المقاس المصبوب يبقى حصل نوع من انواع الانكماش او التمدد في الجبس اللي بتصب بيه يديك داتا غلط. دايما دايما بنسبه 90% تروح تعمل طربوش في المعمل وطربوش على الكات كام بتاع المعمل، لازم ترقيه، ينفارق 8 ملي مثلا هو شعره، يا اما ضيق 8 ملي دايما. ليه؟ علشان الانكماش والتمدد بتاع الجبس. التاني مفيش الكلام دوت، انت بتلقط صوره مباشره. لا هو حقيقي ان حتى في الحاجات الصغيره الديجيتال معدي شغل المعمل حقيقي. هوليودي سمايل كلمه بتتقال على التجميل. مظبوط. برضو ناس اتلخبطت فيها شويه، عايزين نفهمها. هوليودي سمايل دوت مسمى زي ما تقول كده، انا نازل اشتري بدله، هل انت حددت اللون او الماركه او الموديل او اي حاجه؟ لا انت ما حددتش اي حاجه، بدله وخلاص. او نازل اشتري عربيه ملهاش اي معنى خالص غير انها فيجر اوت كده ان هو عربيه. زي بالظبط هوليودي سمايل. هوليودي سمايل هو كلمه معناها اوصل لاجمل ابتسامه. اجمل ابتسامه ديت انا ممكن اوصلك بيها عن طريق التقويم، عن طريق التبييض، عن طريق الفينيرز، عن طريق توريد اللثه، عن طريق ان انا اعالج الحاجه اللي مش خليه شكل اللثه شكل البق وحش وهو بيضحك. ممكن جدا جدا سنان مكسره تتبني وتطولها وتحط لها كراونز. دي عالم واسع، بس هو الناس خدت كلمه هوليود سمايل اللي هو التركيبات اللي بتتلبس، اللي هي طلعت لها موضه كده فتره، ان انت زي طقم اسنان بيتحط يتلبس فوق الاسنان يدي شكل جديد. ده كان فاشل. ده هو مازال فاشل، بس في ناس لسه بتتكلم فيه. هو فاشل فعلا. ليه؟ لان هو ده حاجه بتلبسها على اسنانك تغير لونها، ولو في سنه مفقوده انت بتحطها في التركيبه دي وتحطها في بقك، فيبقى انت عوضت السنه المفقوده ماشي، بس التركيبه ديت لا بينفع تاكل بيها ولا تمشي بيها فتره طويله ولا ينفع تقفل بقك بيها مرتاح، مش ممكن. يعني تفضل في وضع الفتح بقه كده على طول. ده فينير وفي تركيبه فوق شمال اهوت. في سنه مفقوده عايزه تزرعها وعايزه تركبها. طب هي عايزه توصل للهوليود سمايل اللي هي تقفل الفراغات، عندها طربوش فوق يمين كده بحدود سودة، عندها في الناحيه الشمال سنه طالعه بره العضه شويه وشكلها مش موجود، غير طبعا الفراغات اللي موجوده ديت وصلتها انها تقفل كل الفراغات ونزرع الناب اللي فوق شمال دوت اللي هو مش موجود، ونعيد الطربوش الوحش دوت، ودخلنا الناب اللي فوق يمين دوت، يعني كله كده ظبط، الراسه كلها ظبطت. انا كده علميا عملت هوليود سمايل. هي بقى علميا عملت ايه؟ عملت فينيرز وعملت زراعه وعملت تركيب. لكن كلمه البس تلبيسه او البس تركيبه تديني الشكل هي دي هوليود سمايل؟ لا ده اختراع. لا مش هي دي خالص. اذا التجميل بناء، يعني ببني. مظبوط. بناء دور 2-3 ببني. مزبوط. زي ما انت قلتي حطينا فينير، حطينا زراعات، حطينا تركيبه، يعني عملنا بناء معين مكون من اجزاء معينه، صح كده؟ هل ده نتائجه بتظهر ممكن تظهر immediately فورا ولا it need a time؟ لا يعني التايم ده هو ايه؟ يعني ديت الحاله ديت واخده 2-3 يعني ده تايم؟ لا ده ما اسمهوش تايم، ده حاجه بسيطه يعني. ده ولا حاجه، بس في نفس الوقت عشان دوت كل الناس اللي بتدخل بتسالهولي، هو انا همشي شكلي وحش؟ همشي مبروده؟ ولا دقيقه بتمشي شكلها وحش، بس بتبقى زي ما دخلت. طبعا الحاله ديت برضو نفس الاسئله، عندها الاسنان الاماميه فيها مشاكل، عندها الفراغات، عندها اللثه محتاجه انها تتورد، فيها برضو جزر سودا، دي محتاجه تظبط. هي بتقول لي انا جاي اعمل هوليود سمايل. برضو هوليود سمايل ده مسمى، انا بقى ترجمه لايه؟ لا دي محتاجه تعمل تجميل اللثه عشان السنان تطول شويه، يبقى في عضه راسيه، محتاجه ان انا اغير الطرابيش الاماميه اللي شكلها مش كويس ديت، محتاجه ان انا اعمل فينيرز علويه وسفليه، اعيد تقسيم المسافات عشان خط النص يفضل في مكانه. قدرنا نوصل للنتيجه ديت في 2-3. سؤال مهم، لما يحصل اعتقاد خاطئ متعلق مثلا بالتجميل، الاعتقاد دوت انا عايز اعرف مصدره وعايز اعرف اشكاله. يعني ايه الاعتقاد الخاطئ؟ اشاعه ممكن، هل يتقال عليها كلمه اشاعه؟
كلمة إشاعة وكلمة الصوت العالي. يعني أنت لو رحت مكان وانبسطت فيه وكل حاجة كانت جميلة هتخرج تعمل مثلا شكر مثلا في الجورنال، مش تعمل حاجة. لكن لو دخلت مكان وحسيت ان انت اتضايقت او ما خدتش الخدمه اللي انت عايزها هتقعد تزعق وتعمل، وممكن تكتب مثلا على الفيسبوك، وممكن تكلم كل اصحابك تشتكي لهم، صح؟ هي الصوت العالي. فهو في واحد عمل سنان مثلا عند دكتور مش مستواه، يعني خبرته قليله شويه، طلع فينيرز شكلها وحش، او الفينيرز بتاعته وقعت، او مش متخصص في التجميل، او مش متخصص، او الخدمه اللي لقاها عنده وحشه، فعلى صوته فكل الناس سمعته، فعمل زي انطباع ده فلان قال، ده جارتي قالت، ده صاحبة جوز بنت عمة مش عارفة مين حصل له ايه. حتى انا كنت لسه قريب قوي بتكلم مع واحدة بتقولي ايه، ما هو زراعة بتموت. قلت لها مين اللي قال؟ يعني انت عمرك سمعتي يعني واحد زرع مات؟ تقولي لا، جوز خالت مش عارفة مين بعد ما زرع بسنتين مات نزف. قلت لها طيب نزف دي 100,000 عامل. اولا ما ماتش، ثانيا نزف ليه؟ هل هو بياخد ادويه سيوله ما قالش للدكتور عملها له مفاجاه؟ هل هو ضغطه عالي؟ هل هو بياخد ادويته؟ نزف يعني ايه؟ طب نزف لحد ايه؟ يعني احنا اخرنا هننزف كام؟ يعني ساعتين؟ اصل احنا مش نسى ولاد ولا مخ واعصاب، يعني هينزف قد ايه يعني؟ ساعتين، ثلاثه، اربعه، غير قطنتين. موضوعنا مش بالضخامه، هو في حالات ما حدش هيموت. دي حاجه ماشي يعني، بس هو اكيد اكيد ادام عايش يعني هو اكيد ما. يا باشا الهيموفيليا ده مرض، عارف ان هو صغير وبياخد دواء بالظبط، وبياخد حاجه اسمها فاكتور 8 كونسنتريت، يعني بياخد دواء. وفي برضو فاكتور علمي تاني اسمه خزي العين، اللي هو ايه، انا رحت عملت زراعه ودفعت، الناس بقى تقول عليا ان انا غني، لا لهم ده انا تعبت، ده انا اتبهدلت، ده انا ويفضل بقى يعمل في الاشاعه ومراته تساعده ولاده يساعدوه، وهي القصه كلها هو ولا تعبان ولا اي حاجه خالص، بس هو ايه يعني خزي عين. ده سندروم في اجتماعياتنا، اللي هو قاعد يعني يقول لك انا رحت وحصل لي واتبهدلت وقعت وانا نازل مع السلم وبتاع والسلم والعماره والدنيا وحريقه وعربيه سرقت بالظبط، وكل ده هو قصه كلها، ومراته قاعده جنبه تقول له والعيال سقطوا كلهم في الامتحانات والبنت اتطلقت. زي برضو حد برضو عرفه كان بيخزي العين يقول لي انا طلعت جزر مالديفز وقعدت وبتاع، قلت له ما شاء الله دي حاجه جميله قوي. لا بالعكس خالص، ده الاكل هناك وحش قوي، ده انا قعدت اسبوع ما باكلش، ده انا وقعت من طولي باكل سمك جزر مالديفز. ايه ده، هو المفروض اتعاطف ولا المفروض انا؟ هو حضرتك بتخزي العين كده ليه؟ حضرتك ليه كده؟ لا انت في فيلم، هو خزي عين، في فيلم ناس راحت جزر زي دي كده قام عليهم تسونامي. لا ده قصه حقيقيه حصلت. انا رحت هناك قام عليا تسونامي. فهي القصه ما بتبقاش علميه، بتحوس في ايوه والله. هي القصه والله بيدخل فيها حاجات زي كده، واحد بيعلي صوته قوي وبيحاول ان هو يجين سامبثي او يخزي العين، فيقول لك ايه الزراعه بتموت. لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده، مش منطقي، ما كانش كل الناس دي تزرع. انت متصور كل الناس ديت يعني عمرك سمعت عن واحد زرع ومات؟ لا انا عمري ما سمعت الاشياء دي اساسا، ما خطرش لا لو اتقال لي حاجه زي دي هتلاقيني بضحك يعني. والشنيور وبتاع، لسه واحد بيقول لي ايه، انا سمعت ان واحد قريبي جه يحط الزرعه في بقه وحطها في مراخيره. قلت له يا جماعه بس يعني طب ازاي؟ طيب يعني قصدها طلعت كده والناس دخلت ناحيه دي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني ممكن تحصل على فكره، هي ممكن. احنا احيانا بنفتح قاع الانف وبنبعده وبنعمله ولا اي حاجه، يعني كلام مبالغ فيه بس قدرا حصل. طب ما هو زي ما حطها يشيل، بس في ناس قالت نص الجمله وسابها. يعني هو اصلا في الزراعه ممكن تحطها فعلا، بترفع القاع بتاع الانف وبتحط الزرعه وبتفصل ما بينهم بعظمه وبتعمل كده اسمها حطها في مراخيره. لا هو حضرتك هو عايز يقول لك ان هو رفع القاع الانف وحط عظمه وحطه علشان يعني الزرعه ما فيش مكان ما بين البق والانف، فلازم يعمل الخطوات دي. ترجمت بقى عند الناس ايه حطها في مراخيره؟ مش طبعا الحاجات دي. لا احنا عندنا مبدا، احنا عندنا قاعده في يعني في الفكر بتاعنا التراثي يعني اسمها تسرح. هي الحاجه دي ممكن ما تسرحش يعني، مثلا لما تيجي تحطي بس ده في القلب بقى، بس حضرتك الدعامه، الدعامه مش ممكن تتحرك وتسرح وتقع. والله سمعتها في الزراعه برضو، ممكن الزرعه تتحرك؟ لا هو مش هتتحرك على فكره، هي ماسكه كويس جدا وحواليها عظم من كل الاتجاهات. فهو القصه كلها بتاعت الناس، هو حد اضاف حاجه، كل واحد بقى خدها قام مزود عليها كلمه، مزود عليها كلمه، عمل لك يعني عارف مقطوعه غريبه كده الناس بقى تمشي وراها. طب الفينير بقى اتظلمت في رايي، او بمعنى اخر
يعني خدت يعني تحملت ما لا طاقة لها به. عارفة انت عارفة لما مثلا انا اجيب حد اقول له انا عينتك مثلا مدير القناة هو مش يعرف يمشي القناة، انا عينتك رئيس البرنامج وهو مش فاهم اي حاجة في الاعلام. يا مش اتظلمت، هو الناس اللي ادوها حجم مش بتاعها. ايوة مش هي اللي اتظلمت يعني. انا كان عندي مريضة من فترة قصيرة جدا، من ايام المريضة ديت عندها بروز شديد عظمي وسمني، وتلاقي كل عظمة ناحية في سنة، والسنان بتاعتها بلا مبالغة شبه انها عاملة كده يعني، شبه ان هي وهي قافلة بقها انت شايف يعني سقف حلقها ازاي. ده بروز شديد، انا جاي اصلح شكلي بفينيرز. انا انبهرت قلت لها مين يا فندم شخصك فينيرز؟ حضرتك مبدئيا ده انت حالة جراحة وبعد الجراحة هنعمل تقويم وبعد التقويم نتكلم في التجميل. قالت لا بص انت تصرفي بأي طريقة والزقيني هنا فينيرز وخلي ابتسامتي حلو. مين يا فندم اللي شخصك؟ يعني مين اللي جابلك؟ طب انا لو عملت الخطوات دي انت عارفة تطلعي اوحش، لان انا هزود البروز بتاع سنانك. ثانيا بقها ما بيقفلش يعني اسنانها يعني لما تقفل بقها اسنانها بتفضل بره. يعني انت عندك بروز شديد، دي مش حالة فينيرز خالص بكل المقاييس، مش حالة فينيرز، دي حلول تانية اولها جراحة. فليه بقى هنا بقى الفينيرز بتتحط في موقف محرج اللي هو ايه؟ الدكاترة كلهم بيطلعوا يقولوا فينيرز حلول لمشاكل كتير، تيجي هي تحط بقى المريضة ديت مشكلة اللي هي عايزاها تفصلها على الفينيرز. ما ينفعش، كل حاجة في الدنيا فيها طاقة. يعني ما ينفعش ان انت تقول ان افخم عربية في الوجود هتطير، لا برضو مش هتطير. فانت لازم تحط الحاجه في مكانها. الفينيرز بتحل حاجات زي التلون، زي الناس اللي اسنانها داخله لجوه بنطلعها بره شويه، زي الفراغات، زي الستينز. يعني مثلا حاله زي كده دي حاله فينيرز طبعا، اللي هنعمل اكتر من كده، بس حاله فينيرز مع تجميل لسه. يعني الحاله ديت لازم السنان تطول شويه، لو تاخد بالك السنان اللي تحت اللي هي بعد الشغل طويله، اللي فوق قصيره، جابت منين الطول ده؟ طب احنا لازم نطول ولازم نعمل تجميل في اللسة ونبني السنان عشان نوصل لطول وعرض متناسق. فما فيش حاجة اسمها ان اي حالة ايا كانت احط فيها فينيرز. برضو من الحاجات اللي الناس مش فاهماها، الفينيرز لازم تتحط على ساوند سيرفيس، يعني لازم السطح السن يبقى سليم. ما يجيش حد مثلا هو عامل علاج جذور وعنده تسوس في الاربع اتجاهات بتاعت السنان ويقولي حطي لي فينيرز، لا ما ينفعش، دي حالة كراون، دي حالة تغطية كاملة، ما ينفعش. حالات الهايبوكالسيفيكيشنز وحالات التتراسايكلين ستينز اللي هي ضعف التكوين والتصبغ الشديد والخطوط اللي بالعرض، في ناس عندها خطوط بالطول وخطوط بالعرض، سوري الماضي، وفي بني، في بقى درجات وفي سبوتس. الحالات ديت مش صح فيها فينيرز، الحالات دي الصح فيها تغطية كاملة. ليه؟ لأن النقص الكالسيوم ما بيجيش في سطح واحد، بيبقى من ورا ومن قدام ومن الجناب. طب أنا لو غطيت من قدام وسوست من ورا يبقى أنا عملت إيه؟ هتيجي بعد فترة هتقولي طب ما أنا عندي تسوس من ورا، طب خلاص يا فندم هنحول الفينير لطربوش. يبقى الصح أو الخبرة بتاعتي هتفيد المريض في إيه؟ إن أنا أقولك مستقبل الحاجة دي كذا، ما خلكش أنت تمر بالتجارب اللي هو أنت تاخد علاج وما تخفش. زي بالظبط الدكتور البطنة، بالنسبة بقى ليك أنت، الدكتور البطنة كتب علاج والعيان ما خفش، رحت انت الواحد اداك علاج واحد بس وخفيت عليه من اول مره، يبقى مين الاشطر؟ اكيد اللي كتب العلاج مره واحده، ما روحتش لخمس ست دكاتره وكل واحد يكتب لك ست سبع ادويه وتقعد تتعذب. عارف فرق ما بينهم ايه؟ اكسبيرينس. ده مذاكر وده مذاكر، ده ممكن يبقى معاه دكتوراه وده معاه دكتوراه، بس الاكسبيرينس اللي شافت الشغل اكتر وايدها مشيت اكتر، شافت حالات اكتر، هي اللي بتكاتت شورت، هي اللي تقول لك انت الصاحب بتاع كذا. دي بقى خبرتي انا، اقول لك انت تعمل كراون ما تعملش فينير، علشان ما تجيش بعد سنه واثنين وخمسه الحاله ديت الفينير دوت ما يبقاش مناسب او يقع او ما يبقاش هو الحل الصح بتاعك، ترجع تغيره تاني. الصح ان انا اقول لك الحل الدائم اللي هو كت، خلاص هو دوت احسن حاجه. طيب سؤال بقى مهم جدا، في ناس عملت فينير من 3 4 سنين بلون معين بشكل معين، دلوقتي مش هو الشكل الحلو، مصمت قوي، ارتفيشال قوي، شكله صناعي، ممكن هل ممكن نبدله ونعمل فينير جديد؟ ولا مشكله خالص، بنشيل الفينير وبنصور تاني وبنعملها، ما فيش اي مشكله خالص. موضوع مش ضخم يعني، هو الناس متصوره ان احنا حاطين الفينير يبقى خلاص لا رجعه، لا هو لا رجعه بس في طريق الفينير. يعني ما حدش مثلا يعمل فينير ويقول لي لا شيليها ورجعي لي اسناني الطبيعيه، لا ما ينفعش، لان احنا عملنا برد خفيف جدا او تخشين خفيف جدا في اسطح الاسنان علشان تستقبل الفينير عليها. بس ده موضوع بسيط قوي يعني، كان عندي عيانه امبارح مصره انها تطول سنه عن سنه،
حاولت ان انا اوضح لها الموضوع ايه، لا انا مش هرتاح نفسيا غير لما اطول دي عندي خلاص، ما فيش اي حاجه، تك شيل حط خلص، موضوع سهل جدا. يعني الاشعه المقطعيه عندنا ثلاث اربع عيانين، عيان عايز يعمل تجميل، عيان عايز يعمل زراعه، عايزين بيعمل تركيبات، عيان بيعمل علاج جذور، فروع مختلفه. الاربعه او الخمسه دول هيعملوا اشعه مقطعيه، كيف يستفيد كل واحد منهم من الاشعه المقطعيه؟ طيب الاشعه المقطعيه مثلا في علاج الجذور. طيب هقول لك من الاول خالص، الاشعه المقطعيه ديت بتفيدنا احنا في ايه؟ هي بتجيب بالبلدي كده دي بتايهه، بمعنى ايه اللي انت مش شايفه بعينك ولا العيان شايفه ولا حاسس بيه انا استنتجه في المكان ده. بمعنى انا مثلا عايز اعمل علاج جذور والعيان دوت فيه عنده شكوى مستديمه او اماكن القنوات غير طبيعيه، طول ما انت عندك اماكن الاعصاب مش طبيعيه تاكد ان انت عندك عصب مختفي. احنا ممكن جدا بالمقطعيه نعمل كات، يعني نقطع على العصب ونشوف هو عدد الاعصاب كام ومكانهم فين، بس ده مش بنقدر نعمله لكل العيانين في علاج الجذور. ليه؟ لان علاج الجذور دوت روتين يومي، ده انت بتعمله لاكتر من مريض. احنا هنا بنقطع على السنان علشان نقطع السنان بالعرض عشان نشوف عدد القنوات ونبدا نقيس احنا عايزين قناه شكلها ايه ونشوف العظم اللي حوالينا شكله ايه. يعني مثلا انا لو لقيت مريض عامل علاج جذور من فتره وهو بيشتكي من علاج الجذور دوت او عنده الم، ده لازم يعمل مقطعيه قبل ما نلمسه خالص. ليه؟ لان 90% احنا هنعمل المقطعيه على الضرس اللي بيشتكي منه هنلاقي فيه تحته ليجن، تحته اصابه معينه، تحته مشكله، تحته عدوى، تحته مشكله، مليون في الميه هنلاقي ادم هو عامل وفي شكوى، هتلاقي 90% هتلاقي. اما بقى لو ما لقيتش يبقى الحمد لله القصه كلها ان العصب مش محشي كاملا، مش متنظف كاملا، ده كده يبقى ده دي سهله يعني، دي كده الحمد لله. فده مثلا بالنسبه لعلاج الجذور. طيب بالنسبه للزراعه، بالنسبه للزراعه انا ما ينفعش بكل الاوضاع اعمل زراعه من غير ما اعمل اشعه مقطعيه. يعني مثلا انا لسه مقابله حالتين الاسبوع اللي فات فيهم مشكله ضخمه جدا في المقطعيه. واحد جاي ومصر جدا ان هو يزرع وعنده اسنانه كلها فيها مشاكل وفيها عفونه شديده، عايز يخلع كل الفك ويعمل زراعه الفك الكامل. طيب انا بالنسبه لي طبعا دي حاجه جميله جدا، يلا ادخل اعمل مقطعيه ونشيل كل اللي موجود دوت اللي مش عاجبنا ونحط غيره. تفاجئنا ان عنده مشكله كبيره جدا، ورم في الفك واخد اكتر من 3/4. يعني انا لو كنت عامله اشعه عاديه كنت هبقى في مأزق شديد. يعني بص في لوكيولاي كده، في حاجات سودة كده، مجموعات انت عندك من اول الناحيه يمين شمالك لحد الناحيه اليمين لحد السام، دي كلها مشاكل، دي كلها مشاكل. المفروض ان احنا نفتح ونشيل السيست ديت او الليجنز ديت ونبدا نحللها ونحط مكانها عظم. انا جايبه لك كروسات، بس انا الكروسات صعبه شويه المشاهد يفهمها. طبعا هي طبية. حاجات علميه قوي يعني، طبيه قوي، مش شباب الاطباء يعني الصور دي مش هعرف اوصفها للمشاهدين بشكل سهل يعني. بس انا بثبت لك ان احنا لقينا اورام متعلقه بجذور الاسنان او سيستس عموما، ولسه المفروض بقى ان احنا هنشيل ونحط مكانهم عظم ونحلل ونشوف القصه دي تبدا بايه. انا لو ما كانش عندي مقطعيه وكنا صورنا الصور العاديه وابتدينا نعمل زراعه كنا هنقابل مشكله كبيره، انت هتعمل انفكشن او عدوى في السيست اللي موجود وفي المكان، وهتخسر فلوس كتير وهتخسر العظم وهتخسر الزرعات. ليه ما تشخصتش صح؟ يعني دي لو ما مش حد قاري كويس ويعرف يقرا اشعه كويس، حقيقي العيان دوت هيبقى ضحيه جامده. عشان كده احنا الف ب نعمل مقطعيه مش نعمل بانوراما. في مثلا واحد تاني ده كانت مشكله ان هو طالب في طب اسنان، فطبعا طالب دوت بيبقى يعني عنده خلفيه عن طب الاسنان عموما، دكتور مستقبل، بس طبعا مش هيبقى مذاكر بوضوح، مش بذاكر قوي يعني. دوت بص السهم الاحمر دوت، انت شايف فيه هنا سنه ولا شايف ان فراغ؟ لا فراغ، مظبوط فراغ. صح، في سنه، تخيل بقى طلع في سنه مدفونه، يعني مدفونه. هوريك بقى انا دلوقتي لما احنا عملنا المقطعيه بتاعته انا نفسي كنت متضايقه، شايف الدايره اللي في وسطها، الدايره البيضه اللي في وسطها نقطه سوداء، سنه سنه نايمه بالعرض في سقف الحلق. طيب دي مشكله بالنسبه لي انها ضخمه جدا، ان انا ما دخلتش بس بالبانوراما ودخلنا وعملنا زراعه، لان احنا كده هتيجي تحط الزرعه هتلاقي نفسك خابط في جسم جوه. طيب بعد ما تخبط في الجسم بقى تطلع تقول للمريض ايه؟
انا اسف والله ما قدرتش احط لك زرع بعد ما تفتح وتبدا شغل. ما ينفعش. يبقى هنا المقطعيه انقذتك وانقذته. صوره اتعملت في 5 دقائق عرفنا ان في مشكله. المريض دوت طبعا زعلان مننا خالص، يقول لك طب حاولي تحطي الزرع باي اتجاه ما تخبطيش في الناب المدفون. مش حاجه اسمها كده، ده سورس اوف انفكشن. ما ينفعش بكل الاوضاع. مش حاجه اسمها ادخلي بزاويه ما تخبطيش فيه، لان ده سورس اوف انفكشن، ده مصدر. ما فيش حاجه اسمها كده. انا لازم ده في مشكله كبيره كمان، ان انا لازم اشيل الناب المدفون ده واحط مكانه عظم، واستنى مش اقل من 4 لـ6 شهور عشان النوعين العظم دول يلتقوا مع بعض، لان الناب ده ضخم وبالعرض واخد السنان تقريبا 4 سنان واخد الـ4. يعني انا كده لازم كل المكان ده يتقفل عليه بعظم، يعني كميه عظم ضخمه. وبعد كده نتكلم في الزراعه بقى. يعني شفت انت المقطعيه طلعت لك ستوري جديده خالص. انت كان ممكن تبقى محرج ان البانوراما 100% مش موضحه حاجه. التقويم اخباره ايه دلوقتي بقى؟ انت نظره الناس، هل انت شايفه انه ثقافه المصريين مع التقويم ولا بتبعد عنه؟ لا بتبعد عنه. دلوقتي الناس كلها تيجي تقول لك حل لي مشكله الازدحام، حله لي بالفينيرز ما اعملش تقويم. او حل لي مشكله البروز الفك دوت بالتركيب، ما تحلهوليش بالتقويم. وهتلاقي يعني كتير جدا بيجوا يقول لك بص وانا عارف ان انا حاله تقويم، بس انا جاي واثق فيكي ومش عايز ان انا ادخل في طريق التقويم. حضرتك بقى اتشقلبي طلعي لي حل. وانا بتشقلب والله، بس في حاجات ما تنفعش فيها الشقلبه. يعني في حالات مستحيله، في حالات ممكن، وفي حاجات مش ممكن. يعني مثلا لما تيجي بنت صغيره عندها 16 سنه وعندها اسنان مش هتتحل بالتركيب، يعني مثلا الجزء اللي باين دوت، انا لو عملت تركيب هودي الناب اللي تحت ده فين، وهودي بروز الاسنان ده فين، الناحيه الثانيه خالص اللي هي مش متصوره بوضوح في الحته ديت اللي هي الناحيه الثانيه من بقها دوت في ناب طالع في خدها، هوديه فين؟ ما هو في حالات لا ما ينفعش دي، مهما حاولت تشقلب هودي البروز ازاي؟ ما انت عندك سنان بارزه وعضه مش مظبوطه وعندي مشاكل في كل الاتجاهات. لا يا فندم دي حاله تقويم، ما فيهاش كلام، ما ينفعش. يعني هنا التقويم احيانا يكون مانداتوري، لابد منه. بالظبط. تيجي مثلا حاله كل سنانها راكبه على بعضها والدنيا مش مظبوطه خالص، وعندي فرق في الليفل، يعني السنان نفسها كليفلينج مش مظبوطه، لازم هعمل تجميل ليسا، ولازم في سنان طالعه وسنان داخله، انا كده هضطر اخلع سنان عشان اقدر اعمل تركيبه واظبط الشكل العام. انا بستحرمها كذا حاله. اقول مثلا الام دي طفله عندها 16 17 سنه طفله، حرام ان انا ادخلها في خلع وتجميل ليسا واعمل لها كل الخطوات دي وانا بقول لك النتيجه مش هتطلع حلوه، لان دي حاله بيور تقويم. لكن لو تنفع والله ما هتاخر، انا هتاخر ليه؟ بس انا ببقى قاريه النتيجه قبل ما انا، وبعدين مش باجي بالضغط، يعني قلنا بقى عشان كانها بنتك وكانها، هي القصه مش ضغط، هي القصه كلها انا هطلع النتيجه اللي انت عايزاها ولا لا. لو انا هطلعها بحاجه غير التقويم والله هجري عليها قبلك، لكن لو مش هطلعها ما هو ما ينفعش بعد ما اخلع واعمل علاج جذور واعمل تجميل لسه واشيل عظم اقول لها معلش والله اسفه ما قدرناش نطلع النتيجه اللي انت عايزاها. صح؟ صح. ما ينفعش. عايز سماك سؤال لهاني عفيفي عن التقويم، سؤال مهم جدا. أوكي. تعالوا نسمع مع بعض. الوثائق التاريخية بتقول إن تجميل الأسنان بدأ من أكثر من 1000 عام عند الفراعنة واليونان، لكن النقلة الأكبر في تجميل الأسنان حصلت بعد الحرب العالمية الأولى لإصلاح تأثيرات الحرب على الجنود، لما تمكن الطبيب البريطاني هارولد غاليز من زرع أسنان بديلة للجنود اللي خسروا أسنانهم، ووضع القواعد الأولى لجراحة الأسنان التجميلية بعد ما أجرى حوالي 11,000 عملية جراحية لأكثر من 5,000 جندي. ومن بعده توالى تطوير عمليات تجميل الأسنان عبر السنين للوصول لأفضل النتائج صحياً وتجميلياً ونفسياً. دلوقتي بنسمع عن تصليح الأسنان الأمامية بدون تركيب التقويم المعتاد، وده حل مثالي لكل اللي بيتعبهم أو بيحرجهم التقويم التقليدي. هل فعلاً في مصر دلوقتي ممكن تصليح وتجميل الأسنان الأمامية بدون التقويم المعتاد؟ وفي أي حالات؟ وهل المقصود به التقويم الشفاف ولا دي تقنيات أحدث من التقويم الشفاف؟ يعني هو سؤال بقى لامم حلو، سؤال طويل كمان. طيب السؤال دوت
صعب شوية إن أنا أقرب المعلومات للمشاهدين، بس هقربها على قد ما أقدر. التقويم الشفاف دوت عبارة عن تقويم بلاستيك، عبارة عن ألاينرز متتالية أو تلبيسات متتالية لونها شفاف. بناخد الأول مقاس، المقاس دوت بناخده طبعا في بق المريض وبنصبه وبنعمله سكانينج بالكات كام، تعمله سكانينج ونبدأ نشتغل على الحالة، نجيبها أفتر وبيفور، نفضل نتصور الكمبيوتر يعني يمشي بالبرنامج بتاعنا لحد ما نوصل لأفتر، يعني هيبقى شكل الحالة في الآخر شكلها إيه، ويبدأ يعمل كاتس ليها، ويبدأ مثلا المرحلة ديت هنضغط السنة ديت مثلا ربع ميلي ويقوم مصورها وخارط لها ألاينر، هنضغط السنة دي كمان ربع ميلي يقوم عاملها كات ويقوم طابعها على ألاينر، تفضل كده ألاينرز متتالية، كل ألاينر بيضغط على السنة بطريقة معينة. ده جميل جدا ونتائجه حلوة، بس مش في كل الحالات نهائيا. يعني مثلا حالة بروز شديد مش هيجيبها، حالة بتعمل تقويم في أسنان لوحدة مثلا عمرها 40-50 سنة، أنا مع إن أنا أشتغل تقويم في أي سن، ما عنديش مشكلة إن أنا لازم أشتغل في سن 15-16-17 سنة، لا أنا بشتغل في أي سن، بس مهما قلت العظم لما الواحد بيكون دخل في 30 وفي 40 وفي 50 ناشف عن الطفل اللي عنده 16-17 سنة، مش هيعرف أجيب بيه نتيجة. العضة المعكوسة ما يشتغلش فيها التقويم الشفاف المتحرك. التقويم الشفاف المتحرك عايز حالات سوفت ستريت فورورد، يعني مباشرة، سن مش كبير. مفهوم. يعني معاك لحد مثلا العشرينات. آخر العشرينات، نص العشرينات. نص العشرينات كفاية عشان أعرف أجيب نتيجة، لأن هو بطيء. وكل شوية بتقعد تجيب تاخد مقاس وتاخد المقاس دوت سكان، وبعد كده تخرط له كذا ألاينر، وتجيب العيان كل شوية تبص عليه الألاينر شغال ولا لأ. ممكن تحط للألاينرز ديت زي باتمز كده بتشتغل عليها بحيث إنها تزود الضغط عليها، لأن أنت في الأول وفي الآخر بتضغط ببلاستيكة، ما بتضغطش بحاجة معدنية ولا بوايرز ولا بفكرة التقويم زي التقويم التقليدي. لأ، فهو فكرة حلوة، بس بالاكسبيرينس بتاعتي برضو اقول لك ده هيجيب معاك نتيجه ولا لا. ما هو ده فرق الاكسبيرينس، انا مش واحده مذاكره واقول لك اه حسب الكتاب بيقول ان الحاله ديت هينفع فيها. انا شفت الاكسبيرينس، معناه ان انا قريت هذه التجربه على حالات وشفت النتيجه عامله ازاي على الاف الحالات، على مش على حالات. هل هي انصفتني ام خذلتني؟ بالظبط. انا ممكن اقول لك اه ما دي ما مشيش عليها على الكتاب، ما مشيش على الكتاب اللي قاله، لان على الكتاب اه كل الحالات تمشي بالتقويم الشفاف كل برانشات في كل البرانشز، بس انت بالخبره بتاعتك هتقول العيان ايه؟ لا هيحصل لك كذا، لا هتقابل مشكله كذا. احنا بنكتب الانسولين او دواء لعيان، في ناس في انسولين بيديني كده نتائج وبيديني وبيرضيني وما بيعملش مشاكل والى اخره، وفي انسولين تاني بلاقيه نوع تاني منه لا مش جاي، بس على الكتاب هو بيجيب الكتاب والكلام اللي شركه الدواء اللي بتبيعه مش هيجيب معايا، وكلام شركه الدواء اللي بتبيعه ان هو ده بطل العالم في كل شيء، والميكسينج انك تعمل ميكس لدوايين عشان تجيب بيه احلى احسن نتيجه ديت برضو اكسبيرينس، مش في كل الحالات اللي موجوده في الكتاب قال لك تعمل ميكس، لا الميكس ده انت بتعمله بالخبره بتاعتك عشان انا اقدر اوصلك. ده الفرق بين الدكتور الخبره والدكتور المذاكر وخبرته مش كبيره. المذاكر مش هيمشي مع 100% من الحالات صح، في 20-30% هيفلتوا منه عشان دول بتوع الخبره. هو المذاكره لازم المذاكره تكون موجوده، مذاكره زائد خبره او مذاكره لسه ما جابتش خبره، بس هو كده لازم الاثنين مع بعض. لكن مذاكر بس مش هيديك النتيجه اللي انت عايز توصل لها. تمام. عايز اروح لمنطقه مهمه قوي، حد عنده اسنان مفقوده في حته معينه ولكن مدريه حتى في اخر البق ومطنش، ايه اللي يحصل له؟ السنان هتبدا اللي تحت، يعني سي الضرس دوت فوق، هيبدا اللي تحت يطلع من مكانه عشان يقفل الفراغ ده، هيبدا اللي قبله واللي بعده يبداوا يميلوا عشان يقفلوا المكان ده. ودي مشكله الناس مش بتبقى متصوراها، يعني تقول ايه انا كتير قوي اقول له ايه هنعمل مثلا الزرعه فوق وهنعمل علاج جذور في الضرس اللي تحته، يقول لي طب ما هو مريحني انا مش متضايق منه في حاجه. لا يا فندم، ده طلع من مكانه 3-4 مللي، يعني الضرس دوت خلاص قفل العضه، ده لازم اسحبه لتحت خالص واقفل المسافه، افتح سوري المسافه لنفسي. يعني حاله زي كده، الحاله ديت ميكس ما بين طرابيش وما بين زراعه، عملنا لها الميكس اللي هي عايزه توصل له علشان اوصلها للنتيجه دي، بس النتيجه ديت انا وصلت لها بالاكسبيرينس بتاعتي. يعني لو راحت لحد مذاكر
هيقول لها ايه مذاكر بس، هيقول لها اخلعي كله ونعمل زراعات، ما ينفعش. او لو راحت واحد مذاكر تركيبات اكتر من زراعه هيقول لها لا ده احنا نعمل تركيبات على الاسنان اللي موجوده ديت، الاحمال ديت مش مظبوطه لان عندك المفقود اكتر من الموجود فالتركيبه ديت ما تعيش. لو رحت الواحد مذاكر بروتيسز او تركيبات متحركه يقول لها لا اخلعي ده كله واعملي طقم. فانت ما عندكش الميكسينج. يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع التيم ورك. التيم ورك حاجه جميله جدا بس عيبه ان كل واحد تاخد رايه في حاجه واحده. الفرق الاكسبيرينس بقى اللي هو لما تروح دكتور سنه كبير شويه زيي يقول لك انا بقى عندي كل الاكسبيرينس بتاعت كل البرانشز، اقول لك لا دي تتعمل جزء تركيبات وجزء زراعه، دي ما تتعملش ريموفابل خالص، دي ما تركب لهاش طقم، دي ما تخسرهاش اللي موجود في الادام طالما تحافظ عليه ما تخسروش. تيم ورك حاجه حلوه جدا بس لازم حد يبقى ليدر للتيم ورك ده، والحد ده يكون سنه كبير وخبرته كبيره علشان انا اقدر اوجه التيم ورك ان هو يشتغل ازاي. فدي بس الكلمه كده دخلتها لان انا مع التيم ورك مش ضد التيم ورك. يعني يجي دكتور متخصص في كذا يشتغل خطوه كذا لكن ما يشتغلش تشخيص مش هيعرف يجيبها. هل ابقى منصف لو قلت لك ان الزراعه افضل من التركيبات او التركيبات افضل من الزراعه؟ هل في افضليه كده؟ لا طبعا غير منصف. طبعا يعني دي حاجه ودي حاجه. يعني الحاله ديت حضرتك شايفها زراعه ولا شايفها تركيب؟ دي زراعه. انت كنت دكتور سنان كويس من شويه. يبقى تركيبات. تركيبات. لا طبعا دي تركيب مش زراعه. عارف ليه؟ دي احتاجت تعمل عمليه في اللثه، نطول الجزء الكراون بتاع السنه، يعني التاج بتاع السنه نطوله. فهنلاقي ناخد حته من الجدر احنا نحولها لتاج، فتلاقي مكان تمسك فيه تركيبه. يعني لما تبص للصوره بعد التركيب حجم السنه المتركبه 4 أضعاف حجم السنه اللي جايه بيها هي اصلا. لا حرام ديت مش حاله زراعه، دي هيجي منها شغله حلوه قوي. بس لازم تستوعب نقطه انها تعمل تجميل في الليسه. لازم تشيل الليسه دي كلها وتشيل عظم وندخل في الجدر. انا عايزه اقول لك ان ديت انا جايبه منها سنه 6 ملي او 7 ملي وده رقم حلو قوي عندنا. 6 7 ملي ده جنينه يعني، ده حلو قوي. ومركبه بص فك كامل زي الفل. الزراعه فك بالكامل كلمه بالنسبه لي انا كانت مرعبه لما سمعتها من كام سنه كده. ده جميله. انا بحبها قوي لما بسمعها. استصلاح الاراضي الزراعيه. استصلاح الصحراء. انا برتاح لما اسمع الفك الكامل. يعني عارفه زي زراعه الصحراء كده. طبعا بتجيب كله كده ارض وتجيب من الاول. هي جميله بس زي ما انا قلت اكتر من مره ما ينفعش كل حاجه نحطها في كل مكان. ما فيش حاجه اسمها فول اوبشن، مش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها الحاله دي حاله زراعه فك كامل ولا مش حاله زراعه فك كامل. يعني مثلا جاي لي امبارح مريض السنان، بص حضرتك دي حاله ايه؟ الزراعه. مظبوط دايركت ما فيهاش. السنان ديت ملخلخه ميه. ما طالعه من بص طالعه كده خلاص يعني سكر. لو عطست هتطير. سكر. دي عندها سكر فعلا. سكر على اهمال على تاجيل. يعني احنا دي حاله زراعه ما فيهش كلام. هتحافظ على ايه؟ بالعكس السنان ديت لو حافظت عليها وزرعت ما بينهم ووراهم وقدامهم تخسر. لان انت بتزرع في مكان فيه انفكشن، مكان فيه مشكله. دايما الناس مش مستوعبه ان اليمين وشمال الزرعه لو كان فيهم حركه او فيهم انفكشن هو قضى عليا، هو عمل لي انا مشكله ضخمه جدا. ما ينفعش باي حال من الاحوال. لازم اللي منها وشمالها يكون سليم. دي طبعا خلعنا الكام سنه اللي موجودين ودي حاله زراعه فكين طبعا عشان اوصل للنتيجه دي. دايما لما تخلع كله او لما يكون الحاله تستدعي خلع كله وتيجي تركب تلاقي فستونات الاسنان حلوه جدا. يعني ايه فستونات؟ الفستونات اللي هو المثلثات البامبه اللي ما بين الاسنان وبعضها اللي هي نزله اللثه. نزله اللثه تقدر ترسمها حلوه. تقدر تظبط خط النص ليه؟ لان انت زي بالظبط كلمه استصلاح الاراضي، انت زرعت الشجر في المكان اللي انت شايفه. كلامي بس قولوا انسبوه ليا بالظبط. خدوا كلامي ده انا بقول ضرر اقسم بالله ضرر في الاسنان. فلما بتستصلح بقى الارض ديت بتلاقي نفسك عارف تحط فين. ما يقفلكش بقى ضرس في النص كده يبوظ لك التقسيمه. هو انا لو الضرس ده سليم هحافظ عليه على فكره، بس لو هو هيضرني لا طبعا هشيله. انا ضد مبدا الخلع قوي
بس لو الحاجه دي هتضرني لا طبعا خلاص هخلعها ما ينفعش عشان اقدر اوصل للنتيجه دي والشكل ده والجوده دي. في برضو معلومه من الاشاعات اللي انا برضو بمر بيها يوميا. واحد يقول لك ايه، طب ما بلاش تدخليني في زراعه فك كامل ونعمل زرعتين يمين وزرعتين شمال واسندهم على النبين اللي موجودين دول واوصلهم كلهم ببعض. لا هو حضرتك هيئه التوصيل الاسلاك ديت ما تنفعش خالص، هو قاعده الناس مش عارفاها لازم تعرفها. بيجي لي ناس من كوكب والله العظيم ده بتجي لي كتير والله بيبص لي ان انا الوحشه على كوكب الابتكار يعني انا. طب ايه المشكله دخلي دول في وسط الزرعات؟ ما ينفعش سنه زرعه سنه زرعه. ليه حاسس ان هم جايين يدخلوا عربيتين في بعض؟ ما تدخل دي بدي وقت الفرق. هو عايز يوصل لاكتر حاجه موفره واسرع حاجه، يعني هو عايز يوصل لكده. لا هو ما ينفعش فهلوة. نوفر في الفهلوه ادخال الفهلوه في العلم ده كارثه. بالظبط زي بالظبط واحد يدخل مثلا يقول له ايه، والله ممكن تبنج لي بس النص دوت، ما تبنجليش النص ده. ما ينفعش تدخل مثلا، ما ينفعش واحد يفتي في الطب، ما ينفعش. ما ليه بقى؟ انا اقول لك الموضوع وده سر ما بيننا مش هيطلع للمشاهدين، اوكي؟ احنا ربنا خلقنا الاسنان الطبيعيه حواليها اربطه، الاربطه دي فيها الاستيستي يعني فيها حركه. يعني انت لو مسكت دلوقتي حالا سنانك وعملتها كده هتتحرك معاك، تتحرك حركه بسيطه، حاجه بسيطه. دي نتيجه ايه؟ الالاستيستي، المرونه اللي موجوده في الاربطه. طب الزراعه بتمسك في العظم بايه؟ عظم في عظم، صح؟ حديد في عظم، ما فيهاش اي نوع من انواع الالاستيستي، طوبه يعني مسمار واقف ما فيهوش حركه نهائيا. طيب لما انت تيجي توصل ده بده، السن هتفضل تتحرك مع الاكل ومع الحركه مع التركيبه. فالحركه البسيطه ديت هتحرك معاها الزرعه، هتبدا تزق 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 لحد ما هنوصل لنتيجتين، الزرعه بتزق السنه والسنه بتزق الزرعه، الاثنين هيقعوا. هيجي يقول لك ايه، وارم، التهاب، خراج. تيجي انت تبص في المقطعيه تلاقي كله تحته انفكشن. طب شيل كل ده، يبقى انت خسرت ايه؟ الاسنان الطبيعيه، خسرت الزرعات. عشان كده مش خالص قاعده مش موجوده في الطب ان انت توصل ناتشرال مع حاجه سينتاتيك، ما ينفعش. ما توصلش حاجه طبيعيه بحاجه صناعيه. بالظبط، دي قاعده مهمه. انت اسعدتيني النهارده. ربنا يخليك. استمتعت بالحوار معاك كالعاده استمتاعا كبيرا، والنهارده طلعنا بيه بعض التوصيات الهامه جدا في عالم الحياه. انك من ضمن الحاجات انك ما تفتيش في الطب. الطب ما فيهوش الفتوى، الطب ما فيهوش ان انا سمعت كلمة من هنا، قريت كلمة من النت، فركب الكلمتين على بعض وروح لدكتور بفكرة من ابتكاري الشخصي مكتوب عليها كده ميد إن باب الشعرية أو ميد إن مثلا يعني العجوزة تراث ميد إن أي حتة. مفيش، أنت بتروح تسلم نفسك للدكتور أو الدكتورة اللي أنت وثقت فيهم، تصدق جدا كلامهم. بلاش الشخصية المصرية اللي بدأت تظهر جديد في الوقت الحالي، اللي هي شخصية اللي فيها التوليفة عجيبة جدا، فيها الفهلوة، فيها الشكوك، فيها الاستنصاح، فيها النظرة العين اللي دايما ايه، انت بتتكلم بجد ولا بتشتغلني، فيها ان انا دايما حاطط في قلبي كده حالة من التردد والقلق من اللي حواليا، من في حالة انفعال بقت موجودة في البلد، لازم تخف شوية ونهدى شوية مع بعض. ده الانفعال ده بقى موجود في كل حته، الواحد بقى بيخرج في حته ابص الاقي جنبي كده مثلا واحد ما اعرفش مش قاعد منفعل. انت منفعل ليه؟ احنا خارجين يا ابني. اه والله العظيم واحد صاحبي والله العظيم لقيته ايه واقف يعني واقف كده لقيته عامل كده. فانا بقول له انت في حد مزعلك؟ لا 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 بجد صحيح؟ لا لا لا. حد ضايقك يا ابني؟ لا لا لا. واحنا واقفين والله شيء مجموعه كبيره يعني. ما هو من جواه متحفز. فانا بسال فلان بقول له حد ضايقك؟ لا لا هو كده. قلت له كده ما يجيش تاني يخرج معايا. انت جاي تخرج ولا جاي تتخانق؟ هو مولود متضايق. ضيفتي العزيزه التي نورتنا النهارده الاستاذه الدكتوره اسراء السعيد كانت في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.